السلام عليكم، نستكمل إن شاء الله كلامنا عن الأمينز. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن طريقة التسمية، ازاي اتعرف على المركب، أنواعه وإيه الصفات بتاعته، هو بيزك وإمتى يبقى أسيدك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طرق تحضيره والتفاعلات بتاعته. إيه هي طرق تحضير الأمين؟ عندي 6 طرق بحضر بيهم الأمين. ملحوظة صغيرة، لما تيجي تتعامل مع موضوع البريبريشن انت هتلاقي مثلا في اخر المنهج عندك 7 8 كلاسز، وكل كلاس ليه 7 8 طرق في التحضير، فكده الدنيا هتبوظ في بعضها. فلازم تعمل في نفسك كده زي تجميعة، صفحة واحدة تكتبها بايدك زي مثلا ما احنا عاملين كده، ازاي تحضر الامين كذا وكذا وكذا، عن طريق كذا كذا، عن طريق كذا، وهكذا. دي تاخد سطرين 3 سطور، تيجي عندك في اخر المنهج تلاقي 7 8 كلاسز اللي عندك متجمعين كلهم في صفحة واحدة تحفظها في دماغك، بحيث بعيدا عن التفاصيل بتاع كل طريقة، بحيث لما تيجي تدخل الامتحان وتحل، المركب ده تبع كذا، ونرجع للصفحة ده كان طرق تحضيره كذا وكذا وكذا. تمام، بعد ما توصل للنقطة دي خلاص بيبدأ دماغك يوصل بقى لإيه، لتفاصيل كل طريقة. لكن لو قعدت تحفظ كده حتة ورا التانية ورا التالتة، لما تدخل في الكلاس اللي بعده هيكونوا دول اتنسوا، في اللي بعده في اللي بعده، وتلاقي الدنيا ايه بهوقت منك وباظت. طيب نبدأ بقى. المفروض ان انا بحضر الامين عن طريق كذا مجموعة او كذا طريقة. عندي حاجة اسمها الجابريل سينسز، عندي حاجة اسمها الهوفمان والكيرتس ري ارينجمنت، وعندي حاجة اسمها الريدكشن، عندي حاجة اسمها الريدكتيف امينيشن، وعندي حاجة اسمها النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. يعني ايه بقى كل حاجة من دي؟ المفروض ان انا عندي مجموعة مركبات عايز احولها للامين، ببص على المركب ده الاقي اللي ينفع معايا ان انا اعمل له ريدكشن عن طريق المركب الفلاني. لا، ده مش هينفع ريدكشن، هعمل له حاجة اسمها ريدكتيف امينيشن. طيب لا مش هينفع، لا ده انا هعمل له حاجة اسمها ري ارينجمنت، يعني اعادة ترتيب. طيب لا مش هينفع، هعمل له حاجة اسمها نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. طيب هنشوف كل حاجة من دي تفاصيلها ايه. المهم انك تبقى مجمع العناوين في دماغك، بعد كده تشوف التفاصيل. نشوف اول طريقة، قالك انت بتعمل ريدكشن لنيترايل لامايد لنيترو. ازاي؟ ادي النيترايل عبارة عن ار مربوط فيها ان بتريبل بوند، و ار من الناحية التانية مجموعة الكايل، يبقى كربونة معها الكايل ومعها ان. هل الروابط هنا مظبوطة؟ الكربون المفروض حواليها 4 روابط، ادي 1 و3 مع الان، يبقى ادي 4. الان بتعمل 3 روابط، ادي 1 2 3. تمام، ده بيسموه النيترايل. تمام، طيب النيترايل ده انا هعمل له عملية ريدكشن. ايه اللي هيحصل في الريدكشن؟ بص خد بالك، ادي الكربونة رابط فيها 3 روابط ان، نفس الكربونة التلات روابط طاروا وربطت في H و H مع ال N. يعني ايه اللي حصل ببساطة؟ ان الرابط اتكسرت، وبالتالي ال H دخلت على ال N والكربون بكل بساطة. نفس الكلام هنا في الأمايد. الأمايد ده اللي هو ال R C دبل بوند O N H2، ده بيسموه الأمايد. طيب الأمايد ده هعمل له ريدكشن، ايه اللي هيحصل؟ انا عندي كربونه معاها دبل بوند او، هعمل ايه؟ اكسر الرابطه واطير الاو، فيحصل ايه؟ الكربونه تاخد اتشات، والان ايه هتاخد اتشات. لا، هي الان كده كده مستكفيه بالروابط بتوعها. طيب هل التفاعل بيجي لي كده في الامتحان بالبساطه دي؟ لا. يعني ايه؟ السؤال ممكن يجي لي من هنا. يعني المفروض ان التفاعل ده انا بحضر النيترايل ده نفسه ازاي، ومن النيترايل اعمل ريدكشن بكذا كذا كذا فيطلع لي الامين. فممكن يجي ازاي؟ ممكن يجيب لي ده اللي هو الكايل هالايد مثلا، ويقول لي طلع لي منه الامين. طب انا ما عنديش في الطرق بتاع التحضير ان انا احضر من الكايل هالايد، فلازم دماغك يبقى صاحي مثلا، يعني ان ازاي اجيب من الكايل هالايد. طيب يبقى انا هنا عملته ايه؟
عملت ريدكشن للنيترايل والاميد، كسرت الروابط ودخلت اتشات، ده كل اللي حصل. طيب اللي انا بعمل بيه ريدكشن المركب اسمه ايه؟ ال اي اي ال اتش 4، ده لازم ما تنساهوش، لو ما اتكتبش على السهم يبقى انت كده بتبوظ الدنيا، اللي هو بيسموه الليثيوم الومنيوم هيدرايد. قال لك الريدكشن بتاع النيترايل عن طريق ال اي اي ال اتش 4 ده بيطلع لك برايمري امين. ماشي؟ ليه؟ انت هنا ال ان هتقعد تاخد اتشات، فخلاص ان معاها اتشات والناحيه الثانيه مجموعه الكايل، خلاص ده برايمري امين. طب في حاله الامايد بقى، ال ان اصلا ممكن يبقى معاها اتشات وممكن يبقى معاها ار. زي ما انت شايف كده، هنا ال ان معهاش حاجه لانها عامله ثلاث روابط مع الكربون. لكن هنا ال ان معاها ار ومعاها ار، او ممكن دول يبقوا اتشات. وبالتالي يكونوا لي ايه؟ هنا ال ان معاها الكايل ودي الكايل، وكمان الكايل بقى تيرشري امين. وممكن لو واحده من دول بقت اتشات هنا بقى سكندري امين. ولو دول كلهم كانوا اتشات يبقى برايمري امين. يبقى اذا ممكن يجي لي سؤال كده صح وغلط، لو انا عملت ريدكشن للنيترايل يطلع لي تيرشري امين؟ لا. لكن لو عملت ريدكشن للامايد يطلع لي عادي برايمري وسكندري وتيرشري. تمام؟ طيب ايه اللي انا اعرفه هنا في التفاعل ده عشان اظبطه في دماغي اربطه؟ كلمة واحدة، أنا هعمل ريدكشن يعني هكسر الروابط وأحط اتشات، شكرا على كده. طيب إزاي بحضر النيترايل ده؟ قال لك عن طريق حاجة اسمها الألكايل هالايد. النيترايل اللي أنا عايز أوصل له الاستراكشر بتاعه إيه؟ R C ثلاث روابط N. طيب اللي هو ده، يبقى أنا عايز الـ CN وعايز حاجة فيها الـ R. طيب هعمل تفاعل يسموه نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، يعني حاجة بتحل مكان التاني. سبستيتيوشن يعني حاجة بتروح مكان التاني. طيب هنا الـ R والـ X ده بيسموه الكايل هالايد، الـ X دي ممكن تبقى CL ممكن تبقى BR. طيب أفعلها مع حاجة اسمها السيانايد أيون اللي هي CNNA في وجود الـ DMF أو الدايميثايل فورماميد. إيه اللي هيحصل يا باشا؟ الـ X دي سالب، مش الـ CL بتبقى سالب ومش عارف إيه الـ PR بتبقى سالب، وال ان ايه موجب. موجب مع سالب يطلعوا مع بعض يطلع لك ان اي سي ال او ان اي بي ار، والسي ان تروح تربط مكانها. ده بيسموه تفاعل احلال، احلال واستبدال. بكل بساطه يبقى الكايل هالايد سيانايد ايون بوزيتيف مع نيجاتيف، وهنا بوزيتيف مع نيجاتيف، شكرا على كده طلع لي الايه؟ النيترايل. خدت النيترايل ده عملت له ريدكشن بال اي اي ال اتش 4. ريدكشن يعني ايه؟ كسرت الروابط وحطيت اتش. طيب الامايد بريباريشن اللي هو ده الار سي دبل بوند ان ده، قال لك انا هجيب الامايد ده عن طريق ايه؟ ده كربوكسيليك اسيد ار سي او او اتش، افعله مع امونيا في وجود الاس او سي ال 2. ايه اللي هيحصل يا باشا؟ اتش من هنا مع او اتش من هنا يطلعوا وتدخل ال ان اتش 2 تربط، شكرا على كده ادي الار سي دبل بوند او ان اتش 2 ده الامايد. اخده اعمل له ريدكشن بال اي اي ال اتش 4 يديني ايه؟ الامين بتاعي. يبقى دي اول طريقه كده. احنا بنطول بس في الشرح شويه عشان نفهم كل حته ماشيه ازاي، لكن انت وانت بتجمع كلمتين ورد ضغطها نيترايل اعمل له ريدكشن اكسر الروابط واحط اتشات، امايد اكسر الروابط واحط اتشات، ثم اعرف كل واحد فيهم بيتحضر ازاي. طيب لو انا عندي اروماتيك امين احضره ازاي؟ قال لك بحضره عن طريق ان انا بعمل ريدكشن لنيترو كومباوند. ايه النيترو كومباوند ده؟ قال لك الاروماتيك اللي هو حلقه بنزين اروماتيك. طيب ادي حلقه البنزين اللي هي الاي ار اي اتش دي، افعلها مع النيتريك في وجود الاتش 2 اس او 4، ايه اللي هيحصل؟ ان او 2 من هنا تحل محل الاتش اي، فيبقى R NO2 اهي RH اللي هي دي، كان في H هنا دي كلها فيها H، H طلعت وجت ال NO2 ايه؟ دخلت مكانها. طيب وبقى ايه؟ اتشاية من هنا مع كمان اتشاية مع الO الثالثة عملوا لك ميه، شكرا. اسهل حاجة في الأورجانيك يعني، عايز تعمل أي رياكشن طلع ميه ودخلها تاني، شكرا. طيب كونت انت النيترو كده، ده بيسموه النيترو كومباوند، حلقه وعليها ان او 2. طيب اعمل لها ريدكشن تحول ال ان او 2 ل ان اتش 2،
ده الجنرال رياكشن ار ان او 2 في وجود كاتاليست عامل حفاز، يعني المركب اللي هيحفز التفاعل اللي هيعمل الريدكشن يديني ايه؟ ار ان اتش 2. هو بيقول لي هنا التفاعل بيحصل عن طريق حاجه اسمها النيتريشن اوف ذا رينج. نيتريشن اوف ذا رينج اللي هي دي الخطوه دي، ان انا عندي حلقه اروماتيك دخلت عليها ان او 2 دي يسموها النيتريشن، وبعد كده النيترو اللي اتكونت دي هعمل لها ايه؟ عمليه ريدكشن، يعني احول ان او 2 لان اتش 2. ده بيتم عن طريق حاجه اسمها كاتاليتيك هيدروجينيشن، او ان انا بفاعل النيترو كومباوند ده مع اسيد، ماشي، وفي وجود حاجه اسمها الميتال سولت زي الاس ان سي ال 2. ده مثال اهوت، ادي الحلقه عليها ال ان او 2 نيترو في وجود الاسيد الاتش سي ال وسولت او ميتال. يحصل ايه؟ يحصل ريدكشن، يطلع الاو ويدخل الايه؟ الاتش. كده احنا خلصنا من الطريقه الاولى اللي هي عمليه الريدكشن للامايد للنيترايل للنيترو. طيب النوع الثاني بيسموه ريدكشن برضو، بس حاجه اسمها الازايد. ايه الازايد ده يا باشا؟ ان ان ان، ثلاث انات كده رابطين في بعض. طيب الرابط كده مظبوطه، المفروض انه بيعملوا ثلاثه. طيب دي عامله 2 يبقى فاضل لها ايه؟ رابطه، يبقى عندها الكترونات زياده يبقى تاخد نيجاتيف. دي كده عامله 4 يعني هي كده عامله رابطه زياده يبقى بوزيتيف، ودي عامله 2 يبقى نيجاتيف، يبقى مش بالشكل اللي انت شايفه. المعلم ده بيسموه جود نيوكليوفيل. يعني ايه نيوكليوفيل؟ ده عنده سوالب فعايز حاجات موجه. فيليك او فايليك حسب النطق الثاني يعني بيحب، ونيوكليو يعني حاجه بوزيتيف، فنيوكليوفيل يعني هو بيحب الحاجه البوزيتيف. اذا هو عنده اصلا ايه؟ نيجاتيف، يعني عنده الكترونات زياده، عايز حاجه ما عندهاش الكترونات عشان يعمل معاها رابطه. حلو كده؟ طيب انا بحضر الازايد، بعمل ريدكشن قصدي للازايد عشان اطلع منه الامين. طب انا بحضر الازايد ده ازاي اصلا؟ قال لك من الكايل هالايد. الكايل هالايد اللي هو الار اكس. لما نيجي نقسم المركب ده مين اللي هياخد السالب؟ الاكس سي ال والبي ار والكلام ده. مين اللي هياخد الموجب؟ الار. طب ده موجب اهو، يعني نيوكليوفيل يروح يتفاعل مع حاجه ايه؟ موجب قصدي يعني ايه؟ الكتروفيل، عايز الكترونات، بيحب الالكترونات. وده نيوكليوفيل يعني عايز حاجه موجب لان هو عنده سالب. يحصل ايه يا باشا؟ الار دي تروح تربط مع الان، ده يكون لك حاجه اسمها الالكايل ازايد اللي هي الار ان دبل بوند ان دبل بوند ان. ده برضو تفاعل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. استخدم ال اي اي ال اتش 4 اللي استخدمناه قبل كده عشان يعمل لي ريدكشن، او استخدم الكحول وصوديوم فيحصل ايه؟ يطلع الانات دي، لان دي والان دي يطلعوا، ويدخل لي ايه؟ طبعا الرابط اتكسرت فيعوضها باتش، يبقى ار ان اتش 2. يبقى انا عملت ريدكشن للازايد. غالبا التفاعلات في الاورجانيك في موضوع التحضير بالذات ما بتجيش من المركب الاساسي، لا لازم يقول لك المركب الاولاني ده انت حضرته ازاي. فانا بجيب الكايل هالايد وبعدين بجيب الايه؟ الازايد، افعلهم مع بعض، واحد منهم نيجاتيف واحد منهم بوزيتيف، واحد عايز واحد عايز يفقد، يحصل ايه؟ احلال واستبدال، النيجاتيف ياخد بوزيتيف والعكس، فيطلع لي ايه؟ الكايل ازايد. بعد كده المعلم يحصل له ايه؟ ريدكشن، يفقد رابط، تتكسر وياخد الاتشات فكون لي الايه؟ الامين. مثال على كده، ده مركب اهوت، واحد برومو اتنين فينايل ايثان، ده مركب اروماتيك عادي، ماشي، الكايل هالايد، مش الحلقه وعليها دي بيسموها الكايل. طيب فاعلها مع حاجه اسمها ال ان ايه؟ ان 3. ال ان 3 اللي هو الايه؟ الازايد. ال ان ايه دي المفروض انها تبقى بوزيتيف، يبقى ال ان 3 ايه؟ نيجاتيف. ايه اللي هيحصل؟ ال ان ايه بوزيتيف هتروح تتفاعل لك مع الار اللي هي النيجاتيف، ويطلعوا يسرحوا مع بعض، ويبقى ايه؟ السي اتش 2 سي اتش 2 دي فضلت عليها بوزيتيف تشارج. ايه اللي يحصل؟ ال ان تروح رابطه فيها بالمنظر اللي انت شايفه ده. اجي اعمل الريدكشن بالليثيوم الومنيوم هيدرايد،
يحصل ايه؟ طلع الانين ودخل الاتشات بقى امين بكل بساطة. طيب النوع الثالث بعمل حاجة اسمها ريدكتيف امينيشن، يعني بعمل ريدكشن وامينيشن. طيب ريدكشن يبقى بعامل بيعمل ايه؟ ريدكشن اللي هو الاتش 2 بي دي او زي ال اي اي ال اتش 4 اللي قلنا عليه. طيب امينيشن يعني في وجود امين. ازاي؟ قال لك بعمل الريدكتيف امينيشن دي للالدهايد والكيتون. الالدهايد اللي هو الار سي دبل بوند او ار، ولو هي دي كيتون لو الدهايد هتبقى ار سي دبل بوند او اتش، الاثنين ينطبق عليهم نفس الكلام. ايه اللي بيحصل؟ هفعل الالدهايد ده مع الامونيا ان اتش 3، ايه اللي هيحصل يا باشا؟ هيتهر لك الاو مع اتش 2 من هنا عن طريق العامل الحفاز اللي عندي اللي هو الاتش 2، يبقى يحصل ايه؟ الرابطه طبعا اتكسرت، هتدخل الان اتش 2 تربط مكانها. سهله خالص، نوضح اكتر. ادي الالدهايد او الكيتون اللي عندي، كربونه معاها ار معاها ار، ولو الدهايد هتبقى دي اتش ومعاها سي دبل بوند او. انا بعمل ايه؟ بعمل ريدكشن، هكسر الرابطه وادخل اتش. كسرت الرابطه، الاو طلعت ربطت في اتشات ومشيت. طيب هنا الكربونه عايزه بقى تعمل رابطه، تعملها مع مين؟ مع الامونيا اللي موجوده، فتدخل الان تربط مع الايه؟ مع الكربونه. وادي الاتشات وادي الاتشات، كمل بقى الروابط عادي لان الدبل بوند اتكسرت فانت عايز تكمل. طيب لو انا عايز احضر سكندري امين، يبقى فاعل الالدهايد والكيتون مع ده ايه؟ برايمري امين. وانا لو عايز احضر عملت ايه؟ لو برايمري بفعله مع امونيا، لو سكندري افعله مع برايمري، لو ترشري افعله مع سكندري، وهكذا. ان هو ممكن يجي لك سؤال يقول لك مثلا حضر لي برايمري امين من الدهايد، فتاخد بالك من اللي هيتكتب على الايه؟ على السهم. لو برايمري يبقى امونيا، لو سكندري يبقى برايمري امين، لو ترشري يبقى سكندري امين. تعال نشوف لو انا فعلت الالدهايد او الكيتون ده مع برايمري امين ايه اللي يحصل. برايمري امين اللي هو الار ان اتش 2، نفس الكلام هكسر الرابطه اطلع الاو ندخل الان بالار والاتش بتوعها، مفيش اي مشكله. نفس الكلام في التيرشري يسموها الريدكتيف امينيشن، انا بعمل ريدكشن اكسر الرابطه واطلع الاو، امينيشن ادخل الان اتش. مثال يا باشا حاجه اسمها السايكلو هيكسانون، ده سايكلو هيكسان حلقه سداسيه ما فيهاش دبل بوندات، وادي الاو ده كيتو. ليه؟ هنا كربونه هنا كربونه وفي النص كربونه معاها دبل بوند او، ده بيسموه كيتو. طيب افعله هنا مع ايه؟ ده سي اتش 3 لكل 2 ان اتش 2، يعني لان رابط فيها سي اتش 3 من فوق سي اتش 3 من تحت، يبقى ده بيسموه ايه؟ برايمري ولا سكندري؟ سكندري. طيب وادي العامل اللي بيعمل الريدكشن اللي هو الان ايه؟ بي اتش 3 سي ان، ايه اللي هيحصل؟ عمل ريدكشن كسر الرابطه يعني، وبعد كده عمل الامينيشن دخل الان بالايه؟ بالسي اتش والسي اتش 3. سمي يا باشا، احنا قلنا ده سايكلو هيكسان ورابط في الان يبقى سايكلو هيكسان امين، والامين رابط معاها كربونه وكربونه يبقى ان وان دايميثايل سايكلو هيكسان امين. حاجه سهله خالص. طيب ايه الميكانيزم بقى؟ لما تلاقي ميكانيزم في المنهج لازم اساسي تاخد بالك منه لان ده اساسي سؤال امتحان. انت لو فاهم الرياكشن سهل تكتب الميكانيزم من دماغك، يعني مش لازم تحفظه. الميكانيزم معناه ان انت فاهم ايه اللي حصل. احنا قلنا التفاعل اسمه ريدكتيف امينيشن بالترتيب كده. طيب تعال نشوف، ادي الالدهايد او الكيتون ار سي دبل بوند او ار عليها لومبر اوف الكترون، وادي الامين ار ان اتش 2، الان عليها لومبر اوف الكترون، هيعمل ايه؟ عايز يروح يتفاعل مع الكربون. طب لما يروح يتفاعل مع الكربون لو ربط معاها مباشر ايه اللي هيحصل؟ هيبقى حواليها خمس روابط مش هينفع، يجي كسر الرابط يبقى الدبل بوند اتكسرت، الدبل بوند دي اتكسرت، والان ربطت هنا مع الكربون اهو، ادي الان بالاتش بالار بتوعها وادي الاو. طيب هو اللي حصل ده حصل ازاي اصلا؟ الان دي معاها اتش تي ومعاها لون بي، اللون بي هيروح يتفاعل هنا يكسر الرابط. طب الاو هتفضل كده صايعه؟ لا، هتاخد الاتش التاني، كلام عادي خالص. ده بيسموه الهيمي امينال، هيمي يعني نص امين يعني.
طيب يفقد ميه اتش واو اتش، يحصل ايه؟ الاو اتش دي هتطلع والاتش هتطلع، تلاقي دبل بوند اتكونت هنا، فان ربطها دبل بوند كربونه، وادي الار وادي الار وادي الار، عادي خالص. ده بيسموه الامين، مش امين بقى، امين، عشان الان في دبل بوند بينها وبين الايه؟ بين الكربون. المحصله من الاثنين دول يدي لك بقى الايه؟ الامين اللي احنا عايزينه. الدبل بوند دي هتتكسر وتدي ايه؟ الان تاخد اتشايه و الكربونه تاخد اتش. يبقى الميكانيزم فكرته ايه؟ الكلمتين اللي في العنوان، ريدكشن، الان عليها نون بير اوف الكترون هيروح يهاجم الكربونه فيكسر الدبل بوند. دي حاله بيسموها ترانزيشن كده، الاو خلاص الدبل بوند اتكسرت فخدت لها اتشايه والان دخلت بالاتشايه والار بتوعها. طيب هيثبت على كده؟ لا. المرحله الاولى هيفقد ميه فتتكون دبل بوند هنا فيكون لي حاجه اسمها الامين. بعد كده الدبل بوند دي تتكسر ودي اتش تاخد اتش ودي تاخد اتش، يبقى ايه؟ يبقى الامين عندي اتكون. طيب انا لما اجي اكتب التفاعل بكتبه بالشكل ده، الدهايد الحاجه اللي هتعمل التفاعل على السهم، الناتج لما يطلب مني الميكانيزم لازم بقى اعمل ان في لون بير وفي الكترون هنا، اقول ان اللون بير هيهاجم الكربونه الفلانيه فالرابطه دي تتكسر، ده يتكون يطلع ده. طيب النوع الرابع من طرق التحضير بتاعه الامين يسموه ال SN2 او نيوكليوفيليك سبستيتيوشن اوف الكايل هالايد. احنا اتكلمنا قبل كده على الالكايل هالايد في طريقتين من طرق التحضير. ادي الالكايل هالايد R ومعها X، ال X دي المفروض انها تبقى CL BR I، اي حاجه من الحاجات الهالايد. هفعله مع الامونيا. الفكره هنا ايه؟ انا عندي لون بير اوف الكترون زي ما اتكلمنا في البازيستي قبل كده في الجزء الاولاني من الامين، ان ال N عندها لون بير اوف الكترون عايزين يروحوا يتفاعلوا. ودي فكرتها، دي فكره انها تفاعل، ان هي نيوكليوفيلك عشان عندها لون بير اوف الكترون، بيروحوا يهاجموا الايه؟ الار دي، فالرابطه هنا تتكسر تطلع الايه؟ الاكس او الهالايد، ماشي؟ فيتكون لي الامين. تعال نشوف الميكانيزم كده، ادي الامونيا هتتفاعل مع ار بي ار، بي ار دي اللي هي ايه؟ الاكس يعني. اللون بير هيهاجموا لي الكربونه، اذا الرابطه هتتكسر لان هم هيكونوا معاها رابطه جديده. طيب البي ار تطلع بالالكترونات فتاخد شحنه سالبه، والان اتش 3 اللي دخلت دي وعامله رابطه مع الكربونه، يعني هي كده عامله اربع روابط، ادي رابطه مع الكربون وثلاث اتشات وهي المفروض الطبيعي بتاعها ثلاث، تاخد بوزيتيف تشارج. طب هتثبت على كده؟ لا، لازم ترجع للوضع الاستقرار الطبيعي بتاعها. ازاي؟ ادي ال R N H 3 اللي هو المركب ده بوزيتيف، شوية أمونيا تانيين يتفاعلوا معاه فإيه؟ ياخدوا الإتشاية دي، يروحوا يهاجموا الرابطة دي فياخدوا الإتشاية، يبقى لك عندك هنا إيه؟ R N H 2 وأمونيوم اللي هو ال N H 4. طيب تيجي ال R N H 2 اللي اتكون ده، ده خلاص انا كده كونت الامين اللي انا عايزه. طب الامين اللي انا عايزه ده يروح يتفاعل تاني مع الكال هالايد في نفس المجموعه اللي موجوده، فيكون لك تاني لون بير يهاجمه فالبي ار تطلع فيكون لك ايو وهكذا. فقال لك مشكله البتاع ده ايه؟ ان الرياكشن ما بيوقفش، يعني بيحصل الكيليشن فيتكون ايه؟ برايمري وسكندري ومش عارف والحاجات دي كلها، يعني مشكلة الرياكشن ده انت ما بتقدرش توقفه، بيقعد يتكون مش خطوة والتانية وخلاص على كده، لا ده انت بتلاقي خلاص ادي الامين اتكون اهو، يجي رايح تاني متفاعل مع البي ار فيكون لك امين تاني ويفقد البي ار اللي اتكون، يروح يتفاعل تاني مع الايه؟ مع الالكايل هالايد يطلع البي ار وهكذا. هنا موضحة الدنيا اكتر اهي، ادي ال ان اتش 3 مع الار اكس، طلع لك ان اتش 3 بوزيتيف اكس نيجاتيف، دخل عليها ان او اتش يحصل ايه؟ هتفقد الاكس تبقى ان اكس ودي تبقى ايه؟ ار ان اتش 2. تيجي الار ان اتش 2 تتفاعل مع الكال هالايد تاني تدي نفس الكلام، تدي لك ار 2 ان اتش 2 ادي سكندري، تيجي السكندري تتفاعله مع الكال هالايد يدي لك ترشل، ترشل يتفاعل مع الكال هالايد يدي لك كواترنري، يسموه كواترنري امونيوم سولت، تقعد تلف انت اللفه دي. طب مثال على الكلام ده ايه؟
قال لك ادي واحد برومو اوكتان، اوكتان ده اللي هو 8 كربونة، ودي 6 كربونات يبقوا 7، ودي الكربونة التانية يبقوا 8 مع البي ار، ده الكايل هالايد عادي، تفاعله مع الامونيا ايه اللي هينتج بقى؟ خد بالك لان هو السؤال بيجي كده، يعني هو السؤال مش هيقعد يقول لك الكلام ده، هو هنا هيطلب منك الميكانيزم ولازم تكمل بقى عشان تبين له ان التفاعل كونتينوس. طيب هنا بيحصل ايه؟ ادي الالكايل هالايد مع الامونيا، المرحله الاولى هيدي لك برايمري اهو انه معاها اتش 2، ودي مجموعه الالكايل، يعني كل اللي حصل ان هو طلع البي ار ودخل الايه؟ الان اتش 2. فهمنا الميكانيزم طبعا. طيب هل هيقف على كده؟ لا، هيكون لك كمان سكندري. يعني ايه؟ يعني اللي اتكون ده هيروح يتفاعل تاني مع الالكايل هالايد اللي هو ده ويكون لك سكندري، والسكندري اللي اتكون ده هيروح يتفاعل تاني مع الالكايل هالايد ويكون لك ترشي، والترشي اللي يتفاعل مع ايه؟ ويكون لك كواترنري امونيا. لازم تطلع له الاربع نواتج دول، ده سؤال مهم وغالبا ده جاي في امتحانات يعني. يبقى انت ادي الكايل، ادي البي ار، ادي الامونيا، كل اللي انت عملته شلت البي ار وحطيت ال ان اتش 2. طيب هنا ايه اللي حصل؟ بقت ان اتش ونفس المجموعه بس اتكررت، يعني بقت سي اتش 3 سي اتش 2 كل 6 2. طيب بقوا 3 ان بس، خد بالك الاتش طارت، يعني كان اتشين اتش واحده مفيش، وثلاث مجموعات هي نفس المجموعه الاولانيه دي اللي هم الاوكتان دي. جت منين؟ هي هنا المعادله حسب النواتج دي المعادله مش موزونه، بس هو الفكره ببساطه ان هو بيبقى مثلا هنفترض ان ده طبق مثلا او فلاسكه فيها التفاعل، فالتفاعل بيفضل مستمر كده لحد ما يوصل ايه للرابع ده. يعني انت كتبت ناتج واحد من دول يبقى انت مش فاهم اصلا الميكانيزم، فلازم تاخد بالك. طيب الطريقه الخامسه بيسموها الجابريال سينسز. الجابريال سينسز دي يعني طريقه من طرق تحضير الامين فيها لفه شويه. هو بيقول لك بحضر عن طريق حاجه اسمها الفيسالامايد، ماشي؟ الفيسالامايد ده يعني يعتبر الى حد ما اسيدك، فممكن يتحول الى حاجه اسمها البوتاسيوم فيسالامايد باستخدام حاجه اسمها الكي او اتش، وبعد كده كده بقى ايه؟ بقى نيجاتيف، بقى انايون يعني، وبالتالي هو بقى سترونج الكتروفي نيوكليوفيل لان هو بقى عنده نيجاتيف تشارج، فعايز حاجه بوزيتيف، وبالتالي يدور على حاجه بوزيتيف فيتفاعل مع الكايل هالايد عن طريق حاجه اسمها النيوكليوفيليك سبستيتيوشن فيديني ان الكايل في سالامايد. لان الكايل في سالامايد ده بفعله مع حاجه اسمها الهيدرازين اللي هو ال NH2 NH2 في ايثانول او بيسموه البويلنج ايثانول، فيديني برايمري امين وحاجه بقى اسمها الفيسالازين 1.4 دايون، ده مش مهم قوي. ليه؟ لان انا يهمني الامين. طيب التفاعل ده مهم جدا. طيب تعال نشوف بقى الايه السيكونس اللي مشي بيه. اول حاجه الفيسالامايد حلقه بنزين مع حلقه خماسيه فيها ان، ودي دبل بوند او، ودي دبل بوند او، عادي حاجه سهله خالص. هفعله مع الكي او اتش، ايه اللي هيحصل يا باشا؟ هيفقد الاتشايه. طب الاتشايه هتطلع بالكتروناتها؟ لا، هي هتطلع كبروتون يعني اتش بوزيتيف، يعني ما عندهاش الكترونات. طب الالكترونات تروح فين؟ تفضل عند الان، ادي اللون بيرق في الالكترون، يبقى خدت نيجاتيف تشارج، وبالتالي الايه؟ الكي اللي هنا دي بوزيتيف. طيب ده كده انايون سالب اهو، عايز له حاجه موجه، رايح يدور على حاجه تقدر تتفاعل مع ال ار اكس الكايل هالايد. الاكس بتبقى سالب والار بتبقى موجه، يبقى الار تروح تربط هنا، اللون بير هيروح يهاجم الار اللي هي الكربونه يعني ويربط معاها، فالاكس تطلع. ادي الايه؟ الان وادي الار، بيسموه الان الكايل في سلامات. طيب بويلنج ايثانول و الهيدرازين اللي هو ال NH2 NH2، ايه اللي هيحصل؟ هيهاجم الدبل بوند. ليه؟ هو مفيش حاجه هنا يهاجمها، فالاسهل بالنسبه له ايه؟ هو عنده لون بيرق في الالكترون، يهاجم الكربونه اللي عندها دبل بوند. طيب هاجم الكربونه اللي عندها الدبل بوند، كسر لي الايه؟ الرابطه اللي هي هنا دي،
ودخل ربط هو مع الكربون. طب هل طير الدبل بوند؟ لا. هو الفكره عندي لون بيرقف الكترون، اللون بيرقف الكترون ده عايز يعمل ربط، فبيروح يهاجم الكربونه اللي حواليها الايه؟ عندها استعداد للموضوع ده اللي هي دي. طيب هو كسر الرابطه اللي هنا، خلاص كده الحلقه اتفتحت، ويربط بقى ال NH2 NH2. هيقف على كده؟ قال لك لا، قال لك سيفرال ستيبس، يعني بيقعد يطلع وينزل ويتشقلب ويتنطط لحد ما يوصل لحاله الاستقرار بتاعته. ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا هنا في لون بيرقف الكترون على ال NH2، ودي رابطه فيها عندها لون بيرقف الكترون بقى. الاولاني هاجم هنا كسر لي الرابطه فتح الحلقه، الثاني يعمل ايه؟ قال لك لا، ما انا مش اقل منه يعني. بيرايح ايه؟ مهاجم لك ده. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ هيربط هو كمان، كسر دي وربط هنا، رجع قفل لك الحلقه تاني، كوننا حاجه اسمها الفيسالازين 1/4 ديود. طب اللي طلع من الفيلم ده ايه؟ الامين. وهو الفيلم كله اصلا انا عامله عشان اوصل للامين، ودي بيسموها الجابريال سينسز. الراجل جابريال ده كان معقد، فلازم يقرفنا كده عشان يطلع الامين في الاخر. يبقى نلم الدنيا كده ببساطه، انت عندك السلامايد هتفاعله مع كيو اتش، ايه اللي هيحصل؟ الاتش هتطلع والان ايه تاخد نيجاتيف عشان عليها الكترونات زياده. طب اللي عليها الكترونات زياده دي مش هتسكت، عايزه تروح تهاجم حاجه، تهاجم ايه؟ الكايل هالايد، تهاجم الكربون، فتربط معاها. طيب افعل الكلام ده مع هيدرازين، هيدرازين ده فيه 2 ان، كل واحده فيهم لون بيرقف الكترون. الاولانيه تكسر لك الحلقه فتفتحها عند الكربونه الاولى اللي فوق دي، الثانيه ما تسكتش، تيجي رايحه عامله ايه؟ تهاجم الكربونه الناحيه الثانيه، فدي قافله الحلقه. طب والحلقه تفقد الايه؟ الار ان اتش 2، وادي الامين بتاعك اتكون. طيب انت لما بتيجي تجمع اي تفاعل او اي طريقه تحضير لازم تجمعه في دماغك بكلمتين ثلاثه، يعني كذا تفاعل مع كذا طلع كذا، ثم تفاعل مع كذا فطلع كذا، قبل ما تبص على الاستراكشرات وقبل ما تبص على الميكانيزم والكلام، لازم التفاعل يبقى في دماغك كده. بعد كده ترسم استراكشراتك وتبدا ايه؟ تمشي الميكانيزم، لكن ما تدخلش في تفاصيل الميكانيزم وانت مش عارف الاول واللي في النص واللي في الاخر، كده الدنيا هتبوظ منك. طيب اخر حاجه عندي بيسموها الهوفمان اند كيرتس ري ارينجمنت. من الكلام كده كلمه ري ارينجمنت يعني هيعيد ترتيب. ترتيب يعني ايه؟ الالكترونات عماله تتحرك من هنا لهناك لحد ما توصل للحاله اللي ايه؟ اللي احنا عايزينها. طيب في الهوفمان اند كيرتس ده بيقول لك الكربوكسيليك اسيد ديريفاتيفز ممكن تتحول الى برايمري امين عن طريق انها بتفقد كربونه فتكون لي الايه؟ الامين اللي احنا عايزينه. خد بالك النقطه هنا ان هي فقدت كربونه، يعني العدد الاصلي اللي داخل الامين اللي هيتكون اقل منه في عدد الكربونات بكربونه. طيب ايه التفاعل عامل ازاي؟ قال لك ادي الار سي دبل بوند او ان ومعها زد. ايه زد ده؟ قال لك الزد ده في حاله الهوفمان بيبقى ايه؟ هالايد، يعني بي ار سي ال كلام من ده. طيب وفي حاله الكيرتز بيبقى ان 2 اللي هو ده شبه الهيدرازين ده، ان رابطه فيها ان. طيب هو هيفعل لك ده، المفروض ار سي دبل بوند او ان ده ايه؟ امايد. هيفقد الايه؟ الهالايد بتاعته، فيبقى ار سي دبل بوند او ان عادي جدا. طيب يحصل ايه؟ ده بيسموه اسايل نيترين. اسايل نيترين، طيب الاسايل نيترين ده ار عباره جنبها كربونه رابطه فيها دبل بوند او رابطه فيها ان. قال لك لا، الوضع كده مش نافع، الان عليها لون برق في الكترون ما يقعدش ما يثبتش، لازم يتنط، يجي رايح مهاجم الايه؟ بتاع الكربونه دي، فيعمل لك دبل بوند. طب كده الان الكربونه عامله دبل بوند مع الاو، دبل بوند مع الان، كده دي بالسلام، فالار هتطلع. قال لك تيجي رايحه الار عامله ايه؟ رابطه في الان من الناحيه الثانيه. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ مركب الاولاني عادي خالص، ار سي دبل بوند او ان ومعاها لايت اللي هي بي ار او السي ال، فقدها. يحصل ري ارينجمنت، اللون بير يهاجمه هنا فيعملوا لي دبل بوند،
الار تطلع فتروح تربط في ايه؟ في الان. ده بيسموه الايزوسيانات. طب في الميه ايه اللي يحصل؟ عادي، هو المركب هو بدأ يرسمه بس بشكل مختلف. ادي الار اهيت، وادي الان، وادي الكربونه معاها دبل بوند او، وادي الميه اللي هي او اتش و اتش. ده بيسموه الكاربوميك اسيد. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ اللون بير يهاجموا لك الاتش، والرابطه هنا تتكسر، هتيجي تتكون دبل بوند هنا، والرابطه هنا تتكسر، فيطلع ار ان اتش 2 وسي او 2. نوضح تاني، ادي المركب ار سي دبل بوند او ان ومعاه هالاي، هيفقد الهالاي، يحصل ايه؟ ري ارينجمنت. دبل اللون بير يهاجموا دي فيكونوا لي دبل بوند، فالار تطلع فتروح تربط ايه مع الان، يطلع لك الايزوسيانات. طب الايزوسيانات ده في الماي يحصل ايه يا باشا؟ عادي خالص، ادي الار وادي الان باللون بير بتوعها، وادي الكربونه وادي الاو اهم، ار ان كربونه وادي الدبل بوند او، الميه هتهاجمها، واخد بالك؟ هتهاجم الكربونه اللي هي دي. طيب هجمه الكربونه عملت معاها رابطه، يبقى طبعا الايه؟ الرابطه اللي هي مع الان دي اتكسرت، فتكون لي ار سي دبل بوند او، ار ان سي دبل بوند او، وادي الاو ومعاها الاتش، والاتش التانيه طبعا عشان الايه؟ راحت ربطت في الان عشان الدبل بوند اتكسر. كلام عادي، ده بيسموه الكربونيك اسيد. طيب يقعد يتشقلب بقى ويتنطط الكربونيك اسيد ده، ادي اللون بيري هاجموا لك الاتش، طيب يبقى الرابطه هنا اتكسرت، ودي هتربط مع دي تعمل لي دبل بوند لان هي فقدت الاتش، فيطلع لك سي او 2، يعني دي هتطلع ودي هتطلع والكربونه هتطلع، يبقى لك ايه؟ الار ان اتش 2. ايه اللي حصل في المركب؟ انت مع كل الفكره ان هو المركب قاعد يتحرك من فوق لتحت، ويجيب دي مع دي ودي تربط مع دي، ده بيسموه الري ارينجمنت. طيب السؤال لما هيجي، لو انت ما عملتش الاسهم دي اللون بيرز، والسهم ده رايح فين والسهم ده جاي منين، مش هتاخد حاجه، مش هتاخد الدرجه. ليه؟ لان هو اسمه ري ارينجمنت. يعني ايه ري ارينجمنت؟ يعني الحاجات اتحركت من مكانها، زي ما انت شايف كده، هنا كانت ار رابطه في الكربون، رابطه تكون اتكسرت رابطه واتكونت رابطه تانيه، فالار راحت ربطت في الان، دخلت ميه كسرت الرابطه دي، الان خدت اتشايه والكربونه خدت ايه؟ بقى معاها او، قعدوا يلفوا ويتشقلبوا، طلعت السي او مع الاو الجديده بقوا سي او 2، يبقى لك الامين. طيب نشوف الايه؟ الميكانيزم بالتفصيل اكتر شويه. هو بيقول لي الهوفمان ري ارينجمنت الامايدز with no substitution on the nitrogen بتتفاعل مع السوليوشن اوف بروميد او كلورين في صوديوم هيدروكسيد عشان تطلع لي الامين. ثرو رياكشن بيسموه الهوفمان ري ارينجمنت او الهوفمان ديجريديشن. ادي الجنرال ايكويشن، ار سي دبل بوند او ان اتش 2 مع البي ار في وجود الان اي او اتش يدي لك ايه؟ ار ان اتش 2 ان اي بي ار ان اي 2 سي او 3 وماي. دي المعادله العامه بتاع الهوفمان ري ارينجمنت. اللي يهمنا منها ده وده، لان الامين هو الاساسي. طيب التفاعل ازاي؟ ادي الامايد ار سي دبل بوند او ان اتش 2، واخد بالك؟ قال لك الاو اتش نيجاتيف هتسحب الاتش، عادي خالص، اتش هتطلع تسيب الكتروناتها، هتروح تربط مع دي تطلع لك ميه، طبيعي دخل ميه طلع ميه، ده العادي يعني. يبقى لان فضل عليها كمان لون بيرق في الكترون اديها نيجاتيف، النيجاتيف دي عايزه بوزيتيف، قال لك هتفعلها مع البي ار 2، البي ار 2 لما تيجي تقسمها واحده من البي ار هتاخد موجب، الثانيه هتاخد سالب. ايه اللي يحصل؟ البي ار تهاجم هنا. طب هل البي ار اللي هتهاجم؟ لا، اللون بير هو اللي هيهاجم البي ار. طيب ربط هنا تمام وطلعت البي ار الثانيه. ده بيسموه ان برومو امايد، ادي البرومو رابطه في الان، وادي الامايد ار سي دبل بوند او ان. عادي خالص. طب خد الان برومو امايد ده، نفس الكلام، هيفقد او اتش، قصدي هيفقد الاتش مع الاو اتش، يطلع ميه. طيب هنا بقى الاتش هيفضل مكانها ايه؟ قال لك هيفضل مكانها لون بير. طيب اللون بير ده هيفضل ساكت؟ لا، لازم اللون بير ده يعمل مشاكل.
ادي اللون بير يا باشا، يروح يعمل لك رابطه مع الكربونه بقت دبل بوند اهي. طيب اللون بير الثاني يهاجم لك الار فت ايه فتربط معاه اللي هو الايزوسيانيد. طيب الايزوسيانيد ده ايه اللي حصل له؟ انت هتحطه في الميه ايه اللي هيحصل؟ عادي تدخل اتش واو اتش. طب الاتش دي عشان تدخل الاو اتش عشان تدخل لازم تكسر الدبل بوند اللي هنا دي. طيب الدبل بوند اتكسرت، اذا لان بقى عليها لون بير اوف الكترون، والاو اتش دخلت مع الايه؟ مع الكربون. طيب هل هتسكت؟ لا، في لون بيرز وحوارات وبتاع فمش هتسكت. طيب امال ايه؟ اتش هنا تطلع من غير الكترونات، هتروح تربط مع اللون بير اللي هنا اللي هم دول، يعني الاتش دي تروح تربط لك مع اللون بير كده. الاو بقت نيجاتيف ماشي. طيب النيجاتيف دي هتسكت؟ نيجاتيف يعني عندها لون بير اوف الكترون، لا ما ينفعش تسكت، فتروح تهاجم دي. طب هتهاجمها تعمل ايه هنا؟ هتعمل لك دبل بوند، بقت كده كربونه معاها دبل بوند او من ناحيه ودبل بوند او من ناحيه، خلاص كده استكفت في الرابط بقى اربع رابط، تيجي الرابطه دي مكسوره يطلع لك الار ان اتش 2 ودي السي او 2 عادي كده. فهمنا الميكانيزم؟ طيب الكيرتس بقى بيتم التفاعل عن طريق حاجه اسمها الاسايل كلورايد، ادي الار سي دبل بوند او سي ال في وجود ال ان اي ان 3. احنا قلنا قبل كده ان الايه اللي انا بحتاجه هنا الار سي دبل بوند او دي الزد ده، يا اما بيبقى هالايت مع الهوفمان يا اما بيبقى ان 2 مع الكيرتس. طيب هوصل بقى لان 2 ان 2 دي ازاي؟ اهو ادي الار سي دبل بوند او سي ال 3 عادي خالص، ادخل عليه ان ايه ان 3. ايه اللي هيحصل؟ ان ايه دي المفروض بوزيتيف وادي السي ال نيجاتيف، يسحبوا مع بعض الكربونه تفضل من هنا فاضيه يدخل على الايه الان 3 اللي هو الازايد لو انت فاكر، ده بيسموه الاسايل ازايد ار سي دبل بوند او 3 ان. طيب يحصل ايه؟ يفقد النين فيكون لك الايزوسيانيت ار ان دبل بوند كربونه دبل بوند او. في الميه يحصل نفس الميكانيزم فيطلع لك الايه الامين. طيب نجمع بقى كده بسرعه التفاعلات. يبقى انا عندي امايد نيترايل او نيترو في الاروماتيك هعمل لهم ريدكشن ال اي ال اتش 4 ريدكشن، اكسر البندات دخل ان دخل اتش. طيب لو ازايد ايه اللي بيحصل؟ بعمل له برضه ريدكشن، يعني بكسر الدبل بندات اطلع الاثنين ان والان الاخيره تاخد اتش. طيب لو الدهايد او كيتون يبقى هعمل له ريدكتيف امينيشن، يعني الاول بعمل ريدكشن اهوت وبعد كده بدخل الايه؟ الان. لو نيوكليوفيليك سبستيوشن الفكره كلها ايه؟ ان الان عليها لومبير هتتفاعل مع الكايل هالايد، بوزيتيف يروح عند النيجاتيف يربطه الهالايد تطلع تطلع لك الام. جابريال سينسز ده بتاع فيسالامايد نفس الفكره برضو، لون بير عايز يهاجم حاجه موجب ويحصل بقى ايه؟ اللون بير يروح يهاجم هنا فيفتح الحلقه، الثاني يروح يهاجم هنا فيقفل الحلقه ثاني فيطلع الامين. الهوفون كيرتس الفكره كلها ايه؟ انك بتعمل ري ارينجمنت، اعاده ترتيب للمركب. طيب الحاجه الاخيره عندنا بالنسبه للامين هي الرياكشنز، التفاعلات بتاعته. ايه بقى التفاعلات بتاع الامين؟ قال لك عندي انواع. لو هو اليفاتيك امين ليه تفاعلات، لو هو اروماتيك امين ليه تفاعلات. طيب نبص كده، احنا قلنا في الاول ان الامين بيزك. بيزك يعني ايه؟ يعني عنده لون بيرق في الكترون، يعني عايز يفقد او على الاقل يشارك الالكترونات اللي معاه في ان هو يعمل رابط. ادي الان اتش واتش واتش ومعاها لون بيرق في الكترون، بتتفاعل مع اسيد فيحصل ايه؟ الاتش دي بتفقد بتطلع من غير الالكترون بتاعها، تبقى فاضيه موجب يعني، وهنا سالب تتفاعل معاه يدي لك الايه الان اتش. وهكذا بقى. طيب يبقى هو هنا بيتفاعل كبيز لو تفاعل مع اسيد، وهنا بيتفاعل
كان يوكليوفيل بنفس الفكره برضو، اللي بيحكم الموضوع ايه هو اللون بيرقف. طيب الرياكشنز اوف اليفاتيك امين، قال لك البرايمري والسكندري، خد بالك مش التيرشري، البرايمري والسكندري بيحصل لهم اسايليشن او اسايليتد باي رياكشن مع حاجه اسمها الاسيد كلورايد وحاجه اسمها الاسيد انهيدرايد عشان يطلعوا لي ايه اماين. يبقى التفاعل عباره عن ايه؟ امين البرايمري والسكندري هيتفاعلوا مع اسيد كلورايد او اسيد انهيدرايد عشان يطلعوا لي ايه اماين. تفتكر انت في دماغك قبل ما تدخل في التفاصيل الامين ده شكله عامل ازاي؟ انه معاها ايه؟ اتشات وارات، يبقى دي امين. الامايد ار سي دبل بوند او ان، يعني اذا اللي زاد ان الكربون اللي جنب الان خد الدبل بوند او، دي تاخد بالك منها عشان تفهم التفاعل هيمشي ازاي. طيب ادي الار سي دبل بوند او سي ال، ده بيسموه اسيد كلورايد، المفروض دي كان اصلها ار سي او او اتش، طلعت الاو اتش يعني تفاعلت مع الاتش سي ال، طلعت الاو اتش مع الايه؟ مع الاتش ميه ودخلت السي ال، ده بيسموه اسيد كلورايد. طيب هيتفاعل مع الامونيا في وجود البيريدين، ايه اللي هيحصل يا باشا؟ اتش من هنا تطلع مع السي ال والان اتش 2 تدخل، تفاعل اهبل يعني. نفس الكلام لو هي ار ان اتش 2 يبقى ايه؟ ار سي دبل بوند او ان اتش ار، وهكذا نفس الكلام هنا. يبقى الفكره كلها ادي اسيد كلورايد سي ال من هنا مع اتش من هنا يطلعوا وتربط الان بس. طيب في حاجه اسمها الهوفمان اليمينيشن، الاسامي الهوفمان والجابريال والكلام ده كله جت من العلماء اللي اكتشفوا المعادلات دي، ناس كانت قاعده مستفضيه نفسها مش لاقي حاجه تعملها فبيقرفوهم، عشان بس ما تدورش على ترجمه او معاني الايه اسامي التفاعلات دي. المهم الهوفمان اليمينيشن ده ادي امين ان معاها ار وار وار، ادي تيرشري واخد بالك، طلع لك كواترنري امونيوم هالايد، ده الام اي اي دي، ام اي دي اللي هي الميثايل والاي ايودايد، يبقى ده ميثايل ايودايد يعني ده الكايل هالايد، يعني احنا ثابت عندنا مع الامين الالكايل هالايد ده في كل حاجه. المهم الامين تفاعل مع الالكايل هالايد، ايه اللي حصل يا باشا؟ اي هتبقى نيجاتيف، ميثايل هتبقى بوزيتيف. طيب ايه اللي بيحصل؟ ال N عليها لون بيرقف الكترون، هتهاجم لك مجموعات الالكايل فتروح تربط فيه. كده ال N بقى معاها اربع روابط يعني خدت بوزيتيف تشارج، يبقى الاي ايه؟ تاخد نيجاتيف، تمام عادي يعني. طيب في وجود الاي جي 2 او مسخن وبتاع، ايه اللي هيحصل؟ خد بالك الفرق بين المركب ده والمركب ده عادي، ادي الار والار، الاتش الاتش ار، مفيش حاجة حصلت. لكن هو كون ايه؟ كوترنري امونيوم هيدروكسيد، يبقى في حاجة حصل. يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ احنا قلنا الان بوزيتيف نتيجة ان حواليها اربع روابط، يبقى عايزة حاجة ايه؟ نيجاتيف. طب هي المية دي لما اقسمها بوزيتيف ونيجاتيف تبقى ايه؟ اتش بوزيتيف واو نيجاتيف او اتش، يبقى مين اللي هيروح يربط؟ الاو اتش. طب والاي القاعده غلبانه دي تروح تربط في الاتش، يبقى الاتش اي هتطلع والاو اتش نيجاتيف تربط في الان البوزيتيف، ده بيسموه كواترنري امونيوم هيدروكسيد. امونيوم ليه؟ عشان الان حواليها اربع روابط، وهيدروكسيد عشان الاو اتش. طيب هتفقد ميه يحصل ايه يا باشا؟ خد بالك ادي المركب اهوت وادي الان، دور على الان، ادي الان كان معها ار وادي ار ودي سي اتش 3، تمام الرابطه هنا اتكسرت. طيب لما الرابطه دي اتكسرت كده الكربونه بقى معاها واحد، المفروض الكربونه كان معاها اتش، ودي واحده اثنين ثلاثه، ادي اربع رابط، الرابطه كده اتكسرت كده فاضل لها رابطه، تعمل ايه؟ تيجي عامله لك دبل بوند فطلعت لك الكين، وده ادي الامين عندي ترشري امين. يبقى انا طلع لي ايه دلوقتي؟ امين في الهوفمان اليمينيشن تفاعل مع الكايل هالايد، طلع لي الكين وامين تاني. الكواترنري امونيوم بيتفاعل مع التيرشري، بيتفاعل عشان يطلع تيرشري امين والكين، خدت بالك؟
تفاعل واضح سهل. امين عنده لون بير، يهاجم لي مجموعه الالكايل يربطها معاه تطلع الاي نيجاتيف، هو ياخد بوزيتيف. طب عايز حاجه نيجاتيف من الميه، ياخد الاو اتش بقى هيدروكسيد، يفقد الميه، اذا الرابطه اتكسرت، دي تعمل دبل بوند كونتني الالكين، وده يطلع الامين ايه زي ما هو. بيقول لك بعد الخطوه الاولى بيتكون الكواترنري امونيوم ايودايد، ماشي ما فيش مشكله. بعد ما يحصل ريبليسمنت بالهيدروكسيل بيحصل اليمينيشن رياكشن اي 2 اللي هو ده. واحنا اليمينيشن يعني ايه؟ خلاص الرابطه اتكسرت وده مشي وده مشي. طيب في حاجه بيسموها الهوفمان رول، دي المهمه بقى تاخد بالك منها. مع الاسيمتريكال امين، اسيمتريكال يعني ايه؟ الان السبستيوشن اللي حواليها مش زي بعض. الميجر الكين برودكت از ذا ليست سبستيوتد، وبالتالي اند جنرالي ذا ليست ستيبل. طيب ايه الكلام ده يعني؟ بيقول لك كان في حاجه زمان اسمها الزايد سيفرول، عكس الكلام ده اللي هو المفروض الميجر الكميه الكبيره اللي هتطلع من الناتج يعني تبقى اكثر استقرارا، وبالتالي عشان تبقى اكثر استقرارا بتبقى اكثر في السبستيوشن. قال لك لا، هنا في تفاعل الامين مع الالكيل هالايد عن طريق الهوفمان اليمينيشن، ايه اللي بيحصل؟ ان الميجر الكين اللي بيطلع اللي هو ده بيبقى هو الليست سبستيوشن. طيب تعال نشوف على مثال، ادي C2H5ONA CH3CH2CHBrCH3 ده ايه؟ مفيش امين هنا، امال ده ايه؟ ما هو ده احنا بنبين بيه ازاي سيفرول اللي هي دي، عشان لما نقارن نبقى فاهمين الفرق. فهنا C2H5ONA كربونه 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 بي ار كربونه، هتفاعلهم مع ايه؟ مع كحول C2H5OH، ايه اللي هيحصل؟ هيتكون الكي C2H5 من هنا مع 1 2 3 المفروض ان هيتكون الكين. الالكين اتكون فين بقى يا باشا الاكتر؟ الميجر اللي هو 75%، ادي الدبل بوند. فين الكربونه اللي عليها سبستيوشن اكتر؟ يعني بص هنا الكربونه دي عليها اتشاي وكمان سي اتش 3، ودي عليها اتشاي وكمان سي اتش 3، هنا سي اتش 2 اتشاي وسي اتش 3. فهو اتكون عند الكربونه اللي عندها الدبل بوند، يعني اللي هي بتاع الالكين اتكونت عند الكربونه اللي عندها سبستيوشنز اكتر. لكن هنا في التفاعل بتاع الهوفمان ايه اللي حصل؟ ادي كربونه 2 3 4 وادي الان مع الاو اتش اللي هو التفاعل ده من هنا. وبدأ لك التفاعل من عند خطوه الهيدروكسيد. لما هتيجي تكسر وتكون الدبل بوند، الدبل بوند اللي اتكونت هنا ما بين الكربونه دي والكربونه دي تلاقيها 5%، بينما اللي اتكونت ما بين الكربونه دي والكربونه دي تلاقيها 95%. هل ده منطقي في الهوفمان؟ اه، يعني الفكره كانت ان الدبل بوند بتتكون عند الكربونات اللي عليها عدد اتشات اقل، هنا لا، هتتكون عند الكربونه اللي عندها عدد اتشات اكتر. يعني خد بالك الكربونه دي عندها معاها اتشايه واحده، انما الكربونه دي معاها اتشتين، وفي الاصل اصلا كان عندها ايه؟ ثلاثه. الطبيعي انها تبعد بقى عن السبستيوشن الكتير، تبعد عن الهيدروجينات الكتير الدبل بوند. لا، قال لك هنا في الهوفمان بتروح تعمل الدبل بوند عند الكربونه اللي معاها هيدروجينات كتير، وطالما عندها هيدروجينات كتير يبقى عندها سبستيوشنز تانية اقل، عشان نفهم بس الكلام. خلاصة الهري ده ايه بقى؟ انت بتفعل امين بهوفمان اليمينيشن، هتمشي الخطوات وتوصل في الاخر لالكين. الالكين اللي بيطلع نوعين، واحد ميجور واحد ماينور، يعني واحد بكمية كبيرة واحد بكمية قليلة. اللي بكمية كبيرة هيتكون عند الكربونة اللي عندها هيدروجينات كتير، دي الفكرة كلها.
طيب في حاجة تانية بيسموها الكوب اليمينيشن، اللي هو اليمينيشن رياكشن للترشري امين اوكسايد. ايه الترشري امين اوكسايد ده؟ ترشري امين يعني انه معاه مجموعة الكايل واحدة التانية التالتة، عادي ده ترشري عادي، واوكسايد حطت او، ده بيسموه ترشري امين اوكسايد. حلو، بيكون لك ايه يا معلم التفاعل ده؟ قال لك بيكون لك الكين وحاجة اسمها هيدروكسيل امين. طيب تعال نشوف التفاعل، ادي الترشري امين اوكسيد في درجة حرارة 150، ايه اللي هيحصل؟ اليمينيشن، اليمينيشن يعني هيحصل الرابطة هتتكسر، يبقى ال N هتيجي من هنا تطلع بالكربونة دي بالكربونة دي بالO بإتشاية، فتطلع لك N و N دايميثايل هيدروكسيل أمين أهو، N مع كربونة وكربونة يبقى دايميثايل وO إتش هيدروكسيل أمين، وهنا يتكون لك دبل بوند اللي هو الألكين، R كربونة دبل بوند كربون، عادي يعني. التفاعل ما فيهوش حاجة معضلة يعني. طيب الترشري امين اوكسيد ده انا بجيبه منين بقى؟ بفاعل ترشري امين مع هيدروجين بير اوكسيد او حاجة اسمها البير اوكسي اسيد. هيدروجين بير اوكسيد اللي هو ال H2O2 او البير اوكسي اسيد اللي هو ال RCO3H. طبيعي ان الكربوكسيليك اسيد RCOOH هو زود كمان او خلاهم ثلاثة بقى اسمه بير اوكسي اسيد. تمام. التفاعل ده هدفه ايه؟ ان انا اطلع الترشري امين اوكسيد. ليه؟ لان هو السؤال لما بيجي لي في الامتحان ما بتلاقيهوش جايبه لي مباشر كده ترشري امين اوكسيد ويقول طلع لي الالكين، لا بتلاقيه جايب لك ترشري امين بتاع امين عادي ويقول لك طلع لي منه ده. فانت لازم تعرف الترشري امين اوكسيد ده ايه جه منين إيه؟ فهو فاعل الامين مع بير اوكسي اسيد او هيدروجين بيروكسيد، ايه اللي حصل؟ هو ار 3 ان خدت او، شكرا على كده، فاعلها في 150 سيليزيوس اتكسرت من هنا، كون دبل بوند بين الكربونتين والاو خدت اتش، كلام فارغ يعني. طيب عندي تفاعل اسمه المانيك رياكشن. ايه المانيك رياكشن ده؟ قال لك سكندري امين مع الدهايد مع كيتون بيطلع لي حاجه اسمها الامينو كيتون او بيسموها المانيك بيز. ايه فكرته ده؟ احنا قلنا امين هيتفاعل مع الدهايد هيتفاعل مع كيتو، عارفين طبعا الفرق بين الالدهايد والكيتو. ايه اللي حصل؟ ادي ان معاها ار وار واتش، ودي كربونه معاها دبل بوند او، ودي كربونه معاها ايه دبل بوند او، وقرت كل اللي حصل ان هو ربطهم في بعض. تعال نشوف كده خطوه خطوه. ادي اول حاجه، اول خطوه ادي الالدهايد بتكون منه حاجه اسمها الامينيوم ايون، مش الامينيوم، الامينيوم ايون. ازاي؟ قال لك في وجود الاسيد ايه اللي بيحصل؟ اتشايه من الاسيد بتروح تربط مع الاو، واخد بالك كده الاو عامله رابطه زياده واخده بوزيتيف تشارج، افاعله مع الامين اللي هو ده، الامين طبعا عندها لون بير اوف الكترون هتروح تهاجم مجموعه الالكايل الكربون فتكسر لي الدبل بوند، فالامين دخلت بالار بالار بالاتش كسرت لي الدبل بوند فالمركب بالشكل ده. طب كده لان عليها ايه؟ اربع رابط تاخد هي بوزيتيف بقى. طيب كده هي مرتاحه؟ لا، هتفقد الاتش بتاعتها عشان ترجع معاها الايه اللون بير بتوعها، فبقت ار وار وان والدنيا تمام. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ احنا لسه في ميديا اسيدك، هتاخد الاو دي هتاخد اتش اي بقت اتش 2 او بوزيتيف. طيب هيستقر المركب كده؟ لا مش مستقر. ايه اللي يحصل؟ اللون بير دول يروحوا يهاجموا لك الايه الكربون، فايه اللي يحصل؟ الرابطه دي تتكسر فتطلع جزيء ميه. ادي المعلم ايه الامينيوم ايون بتاعك اللي هو كربونه مع دبل بوند ان، وادي الار والار. طيب الخطوه الثانيه، يبقى احنا كده كوننا الامينيوم ايون. الخطوه الثانيه بيسموها
خطوه الاتاك، ان الكيتون احنا فعلنا الاول الدهايد مع امين طلع لي الامينيا اللي هو ده باقي الكيتون. الكيتون ده بقى يروح يهاجم لك الايه؟ الامينيا اللي اتكون. فبيحصل له الاول حاجه بيسموها تاتوميريزم، يعني بيتحول من الكيتون فورم للانول فورم. تعال نشوف كده، ادي الار سي دبل بوند او، وادي الار اتشاتك. ايه اللي هيحصل؟ ادي الار سي دبل بوند او كربونه كذا 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 كذا، خدت اتشاي. طيب كده الاتشايه رابطه مع الاو، والاو اصلا عامله رابطتين، يبقى كده الدنيا مش تمام، لازم الايه؟ الرابط دي تتكسر. طيب الرابطه دي لو اتكسرت بقت او اتش، كده الكربونه حواليها ثلاث رابط تيجي عامله دبل بوند. تمام، ادي الانول فورم. يجي الانول فورم ده يهاجم لك الامينيوم اللي احنا كونناه اللي هو ده، فيحصل ايه؟ هيربطوا مع بعض عادي. دبل بوندات اتكسرت، كربونه ربطت مع الثانيه. طيب في هنا او مش مرتاح، عامله ثلاث رابط، فتعمل ايه؟ مش هينفع، لازم تفقد اتشاي. فقدت الاتشاي، وادي كده المركب، ادي الان معاها رابطها، الكربونات تمام او تمام 100 100. ده بيسموه ايه بقى؟ امينو كيتو اللي هو المانيك بيز. يبقى المانيك رياكشن فكرته ببساطه، انا عندي امين الدهايد كيتو، باجي لازقهم كلهم في بعض اهو، ادي الامين بالار بالليله بتاعته دخل يرابط مع الكربونه باتشاتها، دي جت رابطه مع الكربونه الثانيه بالكربونه الاخيره بالدبل بوند بالار، وفقد لك جزء ميه، خد بالك. طيب دي الفكره الاساسيه اللي تحفظها كده في دماغك. الكلام ده حصل ازاي؟ عن طريق خطوتين. الخطوه الاولى ان انت بتفعل الالدهايد مع الامين فبتكون حاجه اسمها الامينيا. الخطوه الثانيه تيجي الكيتون بقى يهاجمهم، الكيتون ده بيقعد يتشقلب مع نفسه كده وينطط الاو والاتش والبتاع لحد ما يتحول من الكيتون فورم للانول فورم اللي هو ده. يعني المفروض ان ما كانش في دبل بوند هنا، وكانت دي دبل بوند او، الدبل بوند هنا اتكسرت وكانت اتكونت هنا ودي خدت اتش، ده بقى الانول فورم. يهاجم لك الامينيوم، يجي رابط فيه، ظبط رابطك، ادي الامينو كيتون. شكرا على كده. طيب في تفاعل ثاني بيقول لك تفاعل الامين مع السلفونايل كلورايد. ايه السلفونايل كلورايد ده؟ السلفونايل ادي الاس معاها او، وكلورايد يبقى معاها سي ال، كل دول على ايه؟ على حلقه كده محترمه اللي هي الاي ار، اي ار دي اللي هي اختصار الايه؟ ارايل، يعني حلقه بنزين. برايمري والسكندري امين بيتفاعلوا مع السلفونايل كلورايد عشان يكونوا لي حاجه اسمها السلفونامايد. خد بالك انا عندي امين يبقى ار ان اتش 2 او ار وار ان اتش، هيتفاعل مع حاجه اسمها سلفونايل كلورايد، يبقى عندك سي ال، عندك اس او 2، فيديني حاجه اسمها امايد، سلفونامايد. تعال نشوف، ادي الار والان اتش 2 عندي لون بير، اللون بير دول ما بيهمدوش، لازم يروحوا يعملوا مشكله. هيحصل ايه؟ يهاجموا هنا، السي ال تطلع مع الاتش اي، ادي اتش سي ال والان تربط، ده بيسموه ان سبستيتيوتد سلفونامايد. ان سبستيتيوتد يعني في الكايل رابطه في الان، الموضوع سهل يعني. طيب ده البرايمري. السكندري نفس الفكره، عندك لون بير هيروح يهاجم، الاتش تطلع مع السي ال، يبقى ان وان داي سبستيتيوتد سلفونامايد عادي. وين هيتد مع اكواس اسيد السلفونامايد بتتحول الى امين. يعني انت دلوقتي كان عندك امين فعلته مع سلفونايل كلورايد، فقد اتش سي ال اتحول لك لسلفونامايد. جيت انت السلفونامايد ده سخنته في اسيد، ايه اللي حصل؟ هيتكسر، دي هتتكسر ويطلع لك الايه؟ الامين. سهل يعني، هو ممكن ما يجيبلكش التفاعل الاساسي، ممكن يجيبلك السلفونامايد ويقول لك سخنهولي في اسيد، ايه اللي هينتجه؟ يبقى انت عارف ان هو هيرجع تاني للاصل بتاعه. طيب في حاجه اسمها الهينسبيرج تيست، او في ناس بتقولها الهايزنبرج تيست، بس هو الاكثر دقه يعني هينسبيرج.
ده ايه التيست ده؟ هو بيقول لك انك بتكون حاجة اسمها سلفوناميد. السلفوناميد ده بتستخدمه عشان تفرق ما بين انواع الامين المختلفة اللي هي البرايمري والسكندري والترشي. يبقى فكرة الهينزبرج ده ان انت بتكون ايه؟ سلفوناميد. تعال نشوف بقى ايه ازاي. قال لك هو بيتضمن خطوتين. الخطوة الاولى ان انت بتعمل ميكشر ما بين امين وحاجة اسمها بنزين سلفونايل كلورايد مع بوتاسيوم هيدروكسيد، والخطوة التانية بيحصل ايه؟ اسيديفيكيشن. يبقى انت بتعمل ميكس كده الاول ما بين شوية حاجات، وبعد كده تعمل لهم ايه؟ اسيديفيكيشن. كل نوع من الامين بيدي لك حاجة اسمها visible result، يعني بيدي لك نتيجة بتشوفها بعينيك مختلفة عن التاني، وبالتالي تقدر تفرق بينهم. يعني انا عندي مثلا كذا مجموعة وانا مش عارف ده انهي امين بالظبط، اعمل له التفاعل ده وبناء على اللي يطلع احدد هو برايمري ولا سكندري ولا ايه ولا ترشري. يقول لك مثلا البرايمري امين بيكون ان سبستيتيوتد بنزين سلفوناميد. ان سبستيتيوتد يعني السبستيتيوشن رابط في الان، بنزين سلفوناميد ده بيحصل له حاجه اسمها الاسيد بيس رياكشن مع البوتاسيوم هيدروكسيد، فبيكون لي ووتر سولوبل بوتاسيوم سولت، يعني سولت مع البوتاسيوم بيدوب في الميه. تمام. الاسيديفيكيشن بتاع السوليوشن ده، دي الخطوه الاولى، هو كون لي بوتاسيوم ووتر سولوبل بوتاسيوم سول. لما اعمل اسيديفيكيشن بقى للسوليوشن ده هيحصل تكوين لمركب بيبقى ووتر انسولوب راسب، يعني هيرسب هشوفه بعيني. ده بالنسبه للبرايمري امين. السكندري امين هيتفاعل مع الانسولوبل انه ان داي سبستيتيوتد سلفوناميد، يعني ده بيرسب مع اول خطوه. انا في البرايمري عملت ووتر سولابل وبالخطوه الثانيه بعد الاسيفيكيشن رس. السكندري لا، بيرسب من اول خطوه، يعني ما بيدوبش في البوتاسيوم هيدروكسيد. ليه؟ عشان ما عندوش حاجه اسمها الاسيديك هيدرو. طيب الترشري بقى مش هيكون اصلا سلفوناميد، هو هيدوب على طول مع خطوه الايه؟ الاسيديفيكيشن، لان هو ووتر سولابل اصلا، ووتر سولابل امينيان سول. طيب سيبنا بقى بالكلام النظري وخلينا نبص على الاستراكشرات. ادي البرايمري امين حلقه ومعاها ان اتش 2 ماشي. ده ايه؟ اس او او سي ال وحلقه لسه مسمينه اهوت في التفاعل اللي قبله سلفونايل كلورايد بنزين حلقه ايه؟ بنزين اللي هي كانت اي اريا سلفونايل كلورايد. حلو. ايه اللي هيحصل؟ اتش سي ال هتطلع هيربط مع بعضه. دي الخطوه الاولى. الخطوه الاولى بيسموها تكوين لووتر سولابل، يعني المركب اللي اتكون ده دايب في الميه. ان سبستيتيوتد بنزين سلفونايل مفيش كلورايد بقى، بنزين سلفونايل ايه؟ امين. طيب افعله بقى مع كي او اتش اللي هو البوتاسيوم هيدروكسيد، ايه اللي هيحصل؟ الكي او اتش دي تبقى كي بوزيتيف وهو اتش نيجاتيف. طيب انا عندي المعلم ده عنده ليمبر اوف الكترون، يعني نيجاتيف، هيروح يهاجم البوزيتيف، يحصل ايه؟ تكوين لبوتاسيوم هيدروكسيد سولت اللي هو الووتر سولر. طب انا كده شايف حاجه؟ لا انا مش شايف، هو كده السائل كله عندي ايه؟ شفاف، اللي هو بيقول لك كلير سوليوشن. طيب افعله مع الاتش سي ال اللي هي خطوه الاسيديفيكيشن، يحصل ايه؟ ادي الكي بوزيتيف هتروح مع السي ال نيجاتيف، يبقى الاتش ايه؟ تدخل. ده ووتر انسولابل بريسيبتت. حلو؟ طيب اذا اللي انا شفته ده برايمري امين. ليه؟ الخطوه الاولى كون لي ووتر سولابل، عملت اسيديفيكيشن كون لي راسب. طيب لو انا بتكلم على سكندري امين، يعني هنفترض ان اللي عندي سكندري امين، المفروض ايه اللي يحصل؟ بيرسب من اول خطوه. ادي السكندري هفعله مع بنزين سلفونايل كلورايد، اتش سي اللي هنا هتطلع مع الاتش هنا يربط. خد بالك من الفرق
هنا ده اول ما تكون رسب على طول، لكن ده لا ما رسبش الا بعد خطوه الاسيدفيكيشن. وبالتالي لما يقول لي فرق لي ما بين البرايمري امين، يجي لي سؤال كده هاو تو ديفرنشيت بتوين برايمري امين اند سكندري امين، تعمل ايه؟ الهينسبرج تيست. لو هو برايمري يبقى الخطوه الاولى الاثنين هيتفاعلوا مع نفس الحاجه بنزين سلفونيل كلورايد، الاول يكون لي ووتر سولوبل سولت بعد خطوه الايه؟ التفاعل، ثم اعمل له اسيدفيكيشن فيرس، اذا ده برايم. الثاني مش محتاج الاسيدفيكيشن، هو اول ما تفاعلوا على البنزين سلفونيل كلورايد هيجي مرص. ده سؤال مهم جدا وغالبا جاي في الامتحان ان شاء الله. طيب كده خلصنا الاليفاتيك بالافلام بتاعتها وشويه كده من الاروماتيك، نركز بقى في الاروماتيك شويه. قال لي اول حاجه حاجه بيسموها الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، خد بالك سبستيتيوشن يعني احلال، اروماتيك يعني عندي حلقه، الكتروفيليك يعني حاجه عايزه الكترونات، يعني اذا هي موجب وعايزه الكترونات سالب. هو بيقول لي ال NH2 is a strong or supra directing activating group. يعني ايه؟ الحلقه عليها NH2، ال NH2 دي هتوجه اي سبستيتيوشن انه يروح في الاورثو والبار. يعني ادي بي ار ودي بي ار، ادي اورثو ودي بي ار في البار. تمام. الامينو جروب is strongly activating group not possible to stop to monobromo stage. يعني ايه؟ يعني هو ما بيقفش عند مرحلة واحدة من البرومينيشن، لا بيقعد يكمل مرة واثنين وثلاثة، ودي بتعمل لي مشكلة لو أنا عايز مونو سبستيتيوشن. طيب تعال نشوف مثال برومينيشن أوف إن أرايل أمين. ما تيجي تفصص المركب، إن يعني في مجموعة نيتروجين، أرايل يعني حلقة بنزين أو أروماتيك، أمايد في أر سي دبل بوند أو إن. طيب ده الباراتولويدين لو انت فاكر، او لو هنسميه باراميثايل فينايل امين، هتفاعلوا مع ايه؟ سي اتش 3 سي دبل بوند او او سي دبل بوند او سي اتش 3. دي بيسموها البروتكشن ستيب. ليه بروتكشن ستيب؟ عشان اقدر اتحكم في عمليه الدايركتنج. احنا زي ما قلنا ال ان اتش 2 لوحدها بتوجه وما بتقفش عند المون، يعني ما بتعملش سبستيوشن واحد وخلاص وتسكت. طب عشان اتحكم في الموضوع ده لازم اعمل ايه؟ اعمل خطوه حماية، ادخل مركب تاني اللي هو الايه؟ الامايد. فبالخطوه دي بدخل سي دبل بوند او سي اتش 3 اللي هو هنا. يعني ايه اللي بيحصل؟ اتشاي من هنا بتاخد السي اتش 3 سي او او وتدخل اتشاي، يبقى ده كربوكسيليك اسيد اهوت، والسي دبل بوند او سي اتش 3 الثانيه تدخل هنا، بقى ده امايد. ادخل عليه بقى البي ار، ايه اللي هيحصل؟ كده ال ان اتش 2 الاصليه فقدت قوتها في ان هي عامله مخليه الموضوع مكمل، لا هتعمل لي مونو سبستيوشن عادي، فتدخل البي ار في القرص. لو فعلتها مع ان اي او اتش وميه يحصل ايه؟ سي اتش 3 سي او او، يعني هتفقد دي وترجع دي ان اتش 2 تاني اللي هو هنا الجمله اللي بيقول لك decreasing الالكترون دونيتنج ability اوف امينو جروب عن طريق ان انا بعمل اسايليشن. دي بتخلي عمليه المونو سبستيوشن او المونو هالوجينيشن ممكنه. يبقى انا فهمت التفاعل ده ماشي ازاي؟ لو هو ان اتش 2 بس ودخلت البروم هتدخل في كله اورثو وبار. طب انا عايز ادخل واحده بس، واحده بي ار، بعمل خطوه بروتكشن ان انا بفعله مع ده فيدخل لي ايه؟ يحوله لي الامايد، والامايد ده بيدخل لي بس مونو سبستيوشن، وبعد كده افقده تاني باستخدام ال ان اي او اتش والماي. طيب في تفاعل بيسموه الفريدل كرافت رياكشن، دكاتره بيحبوه يجوه في الامتحانات كتير، تفاعل سهل يعني. بيقول لك not successful with aryl amine but can carried out when the amino group is protected. يعني ايه؟ الفريدل كرافت ده ما بيمشيش مع دي كده بشكل مباشر، يعني انا لو جيت فعلت ال NH2 كفريدل كرافت على طول مش هتيجي، مش هتمشي. طب الحل ايه؟ اعمل نفس الخطوه اللي هنا اللي هي البروتكشن دي. ازاي؟ برضه بدخل CH3COO
COCH3 دخلت عملت لي الأمايد. بعد كده دخل ايه pH دي اللي هي حرقة بنزين يعني فينايل سي دبل بوند او سي ال في وجود ال ACl3. ايه اللي هيحصل يا باشا؟ يحصل الفريدل كرافت. ادي الكربونه هنا تدخل معاها السي دبل بوند او وال pH. طيب عايز اتخلص بقى من خطوه البروتكشن اللي عملتها ان او اتش وماي، تطلع لي دي وترجع لي ال NH2 لوحدها. يبقى هو لو جاب لي تفاعل NH2 ودخل لي معاه طريقه الفريدل كرافت اللي هي حلقه بنزين عليها سي دبل بوند او سي ال واي ال سي ال 3 وكمل لي التفاعل للاخر، اعرف ان ده تفاعل غلط. يعني ممكن يعني تلاقي دكتور جايب لك التفاعل من غير خطوه البروتكشن دي ويقول لك التفاعل ده صح او غلط وليه. كل اللي انت هتعمله هتقوله ان التفاعل غلط. ليه؟ لان الفريدل كرافت ما بيتمش مع الارايل امين مباشر، لازم خطوه البروتكشن احوله لامايد. وبعدين ادخل هنا عادي كربونه بالدبل بوند بالفينايل، وبعد كده افقد المجموعه الايه؟ الامايد اللي اتكونت دي سي دبل بوند او كربونه عن طريق ال ان اي او اتش. يبقى دي معلومه مهمه. طيب في حاجه بيسموها السلفا دراجز، حتى تلاقي ناس يقول لك عندهم حساسيه من مركبات السلفا. ايه السلفا دراجز دي بقى؟ قال لك دي بكونها عن طريق الامين بميكانيزم او بطريقه بيسموها الكلورو سلفونيشن اوف اسيتانيلايد زين رياكشن مع بارا ان اسيتايل امينو بنزين سلفونايل كلورايد، ومع الامونيا يديني السلفونامايد. ايه الكلام الرخم ده؟ ما تخافش من الاسامي، تعالى نمشيها خطوه خطوه هتلاقيها سهل. ازاي؟ ادي الانيلين اللي هو الايه اروماتيك امين، حلقوا عليها ان اتش 2 ماشي، فاعلها لك مع ايه؟ سي دبل بوند اول كل اتنين او. الفكره ايه؟ انا هدخل احوله لمجموعه امايد. كل اللي انا عملته هنا ان انا شلت اتشايه ودخلت سي دبل بوند او كربون، بس ده بيسموه الاسيتانيلايد. مش ده كان انيلين بقى انيلايد، ودي مجموعه اسيتايل سي اتش 3 سي او دي بيسموه اسيتايل، فده بيسموه اسيتانيلايد. الفكره في التفاعل ايه؟ انا كل اللي حصل ان انا شلت الاتشايه ودخلت سي دبل بوند او كربون. طيب افعله بقى مع حاجه بيسموها ال HOSO2Cl اللي هو السلفونيل كلورايد. ايه اللي بيحصل؟ دخل لي ال SO2Cl سلفونيل كلورايد، دخلها على البوزيشن بارا زي ما احنا قايلين كده بارا بالنسبه للحلقه. طيب لو فعلت الكلام ده مع الامونيا ايه اللي هيحصل؟ السي اللي هتطلع مع اتشايه من الامونيا وال NH تدخل عادي، الكلام ما فيهوش مشكله، قلنا زيه قبل كده. طيب في وجود ال NaOH بدخل ال NaOH ليه؟ عشان اطلع سي دبل بوند او سي اتش 3 زي ما عملنا قبل كده، فيطلع السلفونامايد. يبقى انا دلوقتي عايز اكون السلفونامايد من امين عادي اللي هو الانيلين او الارايل امين. بعمل ايه؟ الاول بعمل خطوه البروتكشن ماشي، اللي هي سي اتش 3 سي دبل بوند او كل اتنين او وهكذا. ايه اللي بيحصل؟ بطلع اتشايه وادخل السي دبل بوند او كربون. بعد كده افعله، انا عايز ادخل عليه سلفونايل كلورايد، افعله مع حاجه فيها سلفونايل كلورايد ماشي. ايه اللي هيحصل ببساطه؟ اتشايه من هنا هتطلع مع الاو اتشايه دي يبقى ميه، والاس او 2 سي ال تيجي تربط هنا تمام. طيب افعله مع الامونيا، الامونيا دي عندها لومبر اوف الكترون هتهاجم هنا. طيب سي ال نيجاتيف تطلع مع الاتشايه البوزيتيف يطلعوا ب اتش سي ال، يبقى ال ان اتش 2 اتكونت. طيب عايز افقد بقى خطوه البروتكشن اللي عملتها، فعل مع ايه؟ مع ان اي او اتش. ترجع تاني سلفا نيلا مايت ماشي. فهو بيقول لي ان الهيدروليسيس اوف امايد
بيديني سلفا دراجز، وده بيحصل في وجود الاميد هيدروليسيس. ده بيحصل في وجود السلفوناميد، بيكون السلفوناميد هيدروليسيس فيري سلو. ما يهمناش الكلام ده قوي، انا كل اللي يهمني الايه؟ الرياكشن. يبقى الرياكشن ده واللي قبله فكرته ببساطه ايه؟ انا عملت عمليه بروتكشن للامين، بعد كده دخلت عليها اللي انا عايزه، هي بتوجه لقرص وبارا، هنا وجهت لبارا، بعد كده فعلتها مع الامونيا وفقدت البروتكشن او شلت البروتكشن اللي انا عاملها بالتفاعل مع النيو اتش. في تفاعل تاني بيسموه الكوندنسيشن رياكشن مع الالدهايد. ايه الكوندنسيشن رياكشن ده؟ او بيسموه الشيفس بيز او الامين فورميشن، اللي هو عباره عن ايه؟ رياكشن اوف برايمري امين مع الدهايد او كيتون. احنا عملناه قبل كده، بيتم على خطوتين. الخطوه الاولى نيوكليوفيليك اديشن بتاع الامين على مجموعه الكربونيل اللي هي السي دبل بوند او، فيديني حاجه اسمها الهيمي امينال. لو انتوا فاكرين اتكلمنا على الهيمي امينال ده قبل كده. الخطوه الثانيه بيحصل دي هيدريشن فيديني الامين، او لو انت فاكر. وخطوه تكوين الامين نفسه الدهايد او كيتون او برايمري امين، يديلك الهيمي امينال وبعد كده الامين. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي بيحصل. هو بيقول لك ان الامين اللي بيتكون من الالدهايد بيسموه الديمين، واللي بيتكون من الكيتون بيسموه كيتامين. ما علينا، تعال نشوف التفاعل. ادي الالدهايد او الكيتون ار سي دبل بوند او ار هيتفاعل مع برايمري امين. ايه اللي هيحصل يا باشا؟ الدبل بوند هتتكسر، الاو هتاخد اتشايا، والان تدخل بايه؟ بالليله بتاعتها مع الكربون. مفيش اي مشكله، اليمينيشن تطلع الاو اتش مع الاتشايا ان وار، فتتكون دبل بوند وميه، كلام عادي خالص ما فيهوش مشكله. يبقى الدهايد مع برايمري امين اديشن ربطوا مع بعض، طلع ميه اتش واو اتش، اتكون الدبل بوند. ادي الامين، خد بالك ان احنا في خطوه التكوين بعد كده هنكسر الدبل بوند دي ونطلع الامين، لكن انا هنا في التفاعل هوقفه على خطوه الامين دي. مثال ادي البنزالدهايد حلقه عليها سي دبل بوند او اتش، هتفاعل مع سي اتش 3 ان اتش 2. ايه اللي هيحصل يا باشا؟ دي الخطوه اللي هي الهيمي امينال، اللي هيحصل ان اللون بير هيهاجم من هنا فتبقى دي او اتش، والان ايه؟ ان اتش سي اتش 3 تتكون، بعد كده يفقد الميه فيطلع لك ان بنزايل بنزيليدين ميثايل امين. معلش الاسم رخم شويه، خدوا حته حته. ان بنزيليدين، ماشي؟ لو الناس اسمه امين فبنزيليدين ميثايل امين. سايكلو هيكسانون ده كان الدهايد، ده كيتون ايزو بيوتايل امين. ايه اللي هيحصل؟ هيهاجم برضو، هتيجي هنا الان تربط هنا بالاتش بتاعها بالايزو بيوتايل بتاعها، ودي تبقى او اتش، بعد كده الاو اتش تطلع مع اتشايا فيكون لك ايه؟ تعال نسميه ده كده. ادي الان رابط فيها ايزو بيوتايل امين، تمام. يبقى دي ان، ادي ايزو بيوتايل امين، ادي البير، بعد كده ده ان ودبل بوند مجموعه ارايل، فزي ما قلنا ايه؟ امين. طيب يبقى ان ده مش بنزين، ده سايكلو هيكسان، يبقى سايكلو هيكسايل سايكلو هيكسيليدين ايزو بيوتايل امين. معلش الاسامي رخمه بس حظنا بقى. ايه الميكانيزم بقى في الفيلم ده كله؟ تعال امشي خطوه خطوه. ادي الامين وادي الالدهايد. ايه اللي هيحصل؟ عندك لون بير هيهاجم فيربط، الاو بقت نيجاتيف، الاتش بقت بوزيتيف. ادي اول حاجه، خد الفيرست انترميديت ده فعله. ايه اللي حصل يا باشا؟ ادي اتشاتك، الاتش الان هنا هتفقد اتشايا الرابعه بتاعتها عشان تفقد البوزيتيف تشارج، واخد بالك؟ عادي مفيش مشكله، كونت لك الهيمي امينال. خد الهيمي امينال ده فعله مع الاتش 3 او، ايه اللي هيحصل يا باشا؟ الاو هتسحب الالكترونات فالاتش تطلع كبروتون، تروح تتفاعل مع الاو اتش فتطلع. ادي الاو اتش، دي خطوه قبل ما تطلع، يعني هو هنا
الاو سحبت الالكترونات فبقت اه، والاتش دي هتروح تربط هنا فبقت ايه، او اتش 2. طب كده الاكسجين الدنيا بالظبط معاها، عندها ثلاث روابط، فيحصل ايه؟ رابطة تتكسر عشان تطلع الايه، المية، فتتكون لي دبل بوند ما بين الكربونة وما بين الان اهي. هل هتسكت بقى كده؟ لا، لان الان بقى حواليها اربع روابط، فايه الدبل بوند تتكسر، فيجي هنا لون بير، بقت الايه الكربونة كده مش نافع لها الدنيا، لسه عايزة رابطة كمان. طيب فعلها مع مية، ايه اللي هيحصل؟ اتش اي هتطلع دبل بوند تمام، رابطك تمام. نعيد الميكانيزم تاني بالراحة، ادي الامين، ادي الالدهايد، ايه اللي هيحصل؟ لون بير هتهاجم يتكونه تمام، كونت لك الاو اتش اي، ده الهيمي امينه عادي كله رابط في بعضه والاو اتش اي. المعلم ده هيهاجمه ال H3O. طيب ال H3O ديت لما هتنقسم هتبقى الأكسجين هتاخد ال H2 بالإلكترونات وتطلع، يبقى الإيه ال H فاضية فتروح تربط هنا. طيب كده دي بوزيتيف، الدنيا مش نافعة، يحصل إيه؟ الروابط تتعدل، هنا الرابطة تتكسر فتتكون دبل بوند هنا، كسرت الرابطة اتكونت دبل بوند كده تمام، بس لأن عليها أربع روابط فمش هتسكت، يجي لها ايه جزيء ميه، فتفقد الاتشاية بتاعتها، فقدت الاتشاية بتاعتها خلاص، بقى عليها دبل بوند، ودي الرابطة التالتة لومبير اوف الكترون تمام. ده الان بنزيليدين ميثايلامين اللي هو الايمين تمام، ده بيسموه تشيفس بيس او تشيف بيس، هو العالم سماه كده. ده ممكن اكسره وطلع منه الامين زي ما قلنا قبل كده في خطوة التحضير، ماشي. طيب بيقول لك الرياكشن بتاع السكندري امين مع الالدهايد او الكيتون بيديني حاجة اسمها الانامين، والاولاني كان برايمري ار ومعها ايه ان ومعها ار واحدة والباقي اتشات، هنا الايه الان معها ايه 2 ار. طيب ايه اللي هيحصل؟ ادي الالدهايد او الكيتون وادي السكندري امين، اللون بير هيهاجمه برضه، يبقى الاو اتش والان ومش عارف ايه، هتفقد ميه يكون لي دبل بوند، الفكره هنا ان في ار زياده، ده بيسموه انامين، نفس الميكانيزم بنفس الفكره، كل اللي حصل ان انا زودت كمان ار على الان. طيب بيقولني الامين، الامين ده بيكون لي حاجه اسمها هيدروكسيل امين وداي نايترو فينايل هيدرازين، ودول بيستخدموا في الصناعة لأن المنتجات بتاعتهم مفيدة، يعني إيه بقدر أتعامل معاها بسهولة، بيقول لك هي كريستالين يعني شبه الكريستالات وإيزي تو هاندل، أقدر أتعامل معاها بسهولة، أقدر أعمل لها بيوريفيكيشن أو تنقية بسهولة، أقدر أقسمها لليكويد وليكويد ألدهايد وكيتون وأقدر أفرق بينهم، فدي حاجات أنا بقدر أستفيد منها. يبقى الفكرة إن أنا استفدت من الإيمين اللي اتكون ده عن طريق ان انا كونت منتجات اقدر استفيد منها وافرق بينها واظبطها. تعال نشوف مثال، ادي ايه كيتون سايكلوهكسانون مع هيدروكسيلامين ادالك ايه اللي حصل هنا، حلقه عليها سي دبل بوند او، كل اللي حصل يا باشا الان عليها لون بير هتروح تهاجم، يبقى الدبل بوند هتتكسر، تدخل مكانها بقت ان او اتش، ترجع الدبل بوند تتكون تاني. يعني ايه ببساطة؟ ادي الان معاها اتش تي، هياخد الاوديو ويطلعوا، والان تروح تربط مكانها، في الاول الدبل بوند هتتكسر وبعد كده ترجع تتكون تاني، ده بيسموه سايكلوهكسانون اوكسيم. اوكسيم ده مركب من مركبات او ناتج عن الامين، يعني المفروض في خطوه في النص اللي هي تكوين الامين دي، ماشي. مثال تاني، ادي الاسيتون
كربونه سيدي بالبندق او كربونه، فعلوا مع حاجه اسمها داي نيترو فينايل هيدرازين. تعال نسميه بالراحه داي نيترو، يعني حلق عليه ان او 2 ودي ان او 2، فينايل ادي حلقه بنزين، هيدرازين ان او ان. تمام، في وجود الكونكس الفوريك الاتش 2 اس او 4 هيحصل ايه يا باشا؟ النيترو زي ما هي، النيترو زي ما هي، كل اللي حصل ان هو دخل الايه؟ الكيتو لون بير هنا، راح هاجم الكربونه فربطت، وبعد كده طلع الاتش والاو اتش ميه يعني، فعمل دبل بوند، واخد بالك؟ ده بيسموه اسيتون 2 و4 داي نيترو فينايل هيدرازون. قال لك الاوكسين ده اللي طلع من التفاعل بتاع الهيدروكسيلامين والداي نيترو فينايل هيدرازون اللي طلع من التفاعل الفينايل هيدرازين، الحاجات دي بقدر استفيد منها في الصناعه. طيب انا وصلت لها ازاي؟ عن طريق تفاعل الدهايد وكيتون مع امين طلع لي الامين، يبقى دي الفكره كلها عشان بس ما نسرحش. في حاجه ثانيه او نوع ثاني من التفاعلات بيسموه الديازونيان سولت، داي ازا واونيوم دي او اي يو ام اللي في الاخر دي معناها ان هو كون لي ايون سولت يعني. طيب داي ازا، ازا يعني نيتروجين، داي ازا يبقى انا عندي اتنين نيتروجين ببساطه. طيب ادي الانيلين حلق عليها ان اتش 2 هتتفاعل مع ايه؟ نيتريك اتش ان او 2 في وجود الاتش اس او 4 اتش 2 اس او 4، ايه اللي هيحصل؟ الان هنا 2 او واتشاتك الجميله تطلع ميتك عادي، والان تروح تربط بدبل بوند، ده بيسموه داي ازونيوم. وصلت ليه؟ عشان في بوزيتيف والاتش اس او 4 ايه؟ بقت نيجاتيف. عد تمام ما فيهوش اي حاجه خالص. يبقى حلق عليها ان اتش 2 اتش ان او 2، كل اللي هيحصل ان انا هربط الان مع الان واطلع الميه. ده بيكون لك حاجه اسمها الارين ديازونيوم سولت، ده ستيبل حلو بقدر استفيد منه. طيب في تفاعل تاني بيسموه السندمير رياكشن، الارين ديازونيوم اللي طلع ده بقى انا بستفيد منه بايه؟ بيقول لك بيتفاعل مع حاجات كتير زي الكبرس كلورايد، الكبرس برومايد، كبرس سيانايد اللي هو السي يو سي ال، سي يو بي ار، سي يو سي ان، وهكذا، ويطلع لك برودكتس مختلفه بقدر استفيد منها. طيب التفاعل بيتم عن طريق ايه؟ انت بتشيل الديازونيوم جروب وتحط مكانها ايه؟ مجموعه من المجموعات الثانيه سي ال بي ار سي ان. مثال ادي الار ان اتش 2 فعلتها التفاعل اللي هو الديازونيوم سولت فورميشن ده، طلعت لك حلقه وعليها ان 2 اللي هي دي، هتفاعل دي بقى مع سي يو 2 او كمثال مثلا وميه، ايه اللي هيحصل يا باشا؟ الاثنين دول هيطلعوا والحلقه تاخد او اتش، ادي فينول. طيب هتفاعل دي مع سي يو سي ال، ايه اللي هيحصل؟ الاثنين دول هيطلعوا والسي ال هتدخل على الحلقه. هتفاعلها مع سي يو سي ان، السي ان هتدخل مع الاي، وهكذا. طيب انا استفدت ايه برضو؟ استفدت ان انا ممكن احضر اي مركب من المركبات دي من الامين، يعني انا عندي امين همرره بمرحله افعله مع اتش او اتش ان او 2 يديني ايه؟ دايازونيا. اخد انا الدايزونيوم بقى اطلع منه ايه؟ اي حاجه انا عايزها من المركبات دي. يبقى هو السؤال ممكن يجي لي، حضر لي حاجه زي كده عن طريق الامين، هتمر بايه؟ بالدايزونيوم. طيب تفاعل البرايمري اليفاتيك امين مع النيتراس اسيد بيتم ازاي؟ قال لك البرايمري اليفاتيك امين بيتفاعل مع الاتش ان او 3 اهو ال HNO2 ده نيتروس، ال HNO3 نيتريك، ما علينا. المهم البرايمري اليفاتيك امين اللي هو ال RNH2 هيتفاعل مع النيتروس عن طريق حاجه اسمها ديازوتيزيشن رياكشن، فيطلع لي حاجه اسمها ديازونيوم سولت، ده بيبقى انستيبل. تعال نشوف الكلام، ادي الاليفاتيك امين تفاعل مع ال NaNO2 والكايل هالايد في وجود النيتراس اللي هو ال HNO2، ايه اللي هيحصل يا باشا؟ R N دبل بوند N،
تريبل بوند اسف ان دي طبعا عليها بوزيتيف يبقى الهالايد هيبقى ايه نيجاتيف. ده بيسموه دايزونيوم سولت اليفاتي. والان اي اكس اللي هو الان اي سي ال مثلا او بي ار والمي عادي، ده مش ستيبل ما بيثبتش على حاله كده، بيحصل ايه بيفقد الان فترجع ايه يكون لي بقى الكين، يكون لي الكحول، يكون لي الكايل هالايد. فهو هنا بيقول لي في درجات الحراره المنخفضه العاديه خالص الاليفاتيك دايزونيوم سولت اللي اتكون ده بيتحلل ديكومبوز سبونتانيوسلي، يعني بيتحلل تلقائيا عن طريق انه بيفقد ال N2، ال N مع ال N دي بيطلع ويكون لي حاجه اسمها كاربوكاتايل، يعني سلسله كربون، والكربون اللي ايه عليها بوزيتيف تشارج. الكاربوكاتايل ده بيديني ميكشرز بقى من البرودكت، مجموعه من المركبات كده، يدي لك الكين، يدي لك كحول، يدي لك الكايل هالايد، عن طريق ايه البوزيتيف تشارج دي تتشال ويدخل مكانها حاجه نيجاتيف، واخد بالك؟ هو الكربوكاتيون عباره عن ار عليها بوزيتيف، يجي حاجه نيجاتيف تتفاعل معها حسب النيجاتيف دي بقى، جايه من ميه، جايه من الكايل هالايد، جايه من مش عارف ايه ايا كان، يبقى ده عباره عن انترميديت او مركب وسيط بتطلع منه مركبات تانيه. دايزونيوم سولت ده مهم، مهم جدا ولازم يتفهم كويس، هو سهل لان بيترتب عليه مركبات. السؤال بيجي في الامتحان مش مباشر، يدي لك امين ويقول لك طلع لي منه الكايل هالايد، طلع لي منه فينول، طلع لي منه كذا، تفهم انت دماغك على طول تروح لايه للدايزونيوم، مركب وسط ما بيثبتش، بيفقد الانين اللي متكونين دولت ويدخل مكانه حاجه تكون لي مركب جديد. ادي مثال صغير، ده الباراتوريدين مع الاثنين بي ار، ايه اللي هيحصل؟ بي ار دخلت هنا وهنا، لو قلنا من غير ما عمليه البروتكشن ما بيحصلش مونو، لا بيحصل اكتر من سبستيتيوشن. طيب في النيتراس لما فاعل مع النيتراس بقى اتش ان او 2، ايه اللي هيحصل؟ الان الثانيه هتدخل كون لك ايه داي ازا دايازونيا، وفي بوزيتيف تشارج. ليه بوزيتيف تشارج؟ ادي 3 وادي 4، المفروض الان 3 بس مش 4، يبقى كده عليها بوزيتيف تشارج، وادي السلفوريك بقى نيجاتيف. طيب ايه اللي حصل؟ ده مش هيستقر على كده، هفعله مع H3PO2 دي هتطلع فيدي لك 3 و5 داي برومو تولوي، يبقى الكلام ده دليل على ايه؟ عدم ثبات الدايزونيوم سولت اللي بيتكون ده، هو بيروح على طول عشان يكون لي مركب جديد. في نوع تاني بيسموه الدايزونيوم كابلنج رياكشن، كابلنج يعني اتنين كده يتجمعوا مع بعض، واخد بالك يتجوزوا ازاي؟ هو بيقول لك الارين دايزونيوم ايون ويك الكتروفيل، يعني عايز الكترونات، رياكت ويز هايلي رياكتيف اروماتيك كومباوندز زي الفينول والترشري ارايل امين، ويطلع لك حاجه اسمها الازو كومباوندز. This electrophilic aromatic substitution بيسموه داي ازو كابلنج رياكشن. داي يعني اتنين، ازو يعني حاجه فيها ان، كابلنج يعني بيربطوا مع بعض. تعال نشوف مثال يا باشا. ادي دايزونيوم حلقه عليها ان وان، هي بوزيتيف طبعا معاها حاجه زي الهالايد نيجاتيف، وادي حلقه ثانيه عليها ان ار 2 عليها او اتش ايا كان، المهم حاجه ايه هايلي رياكتيف. ايه اللي بيحصل يا باشا؟ دي عندها لون بيرقف الكترون تروح تهاجم الكربونه فتيجي رابطه معاها. طيب لما ربطت معاها ايه اللي حصل؟ في دبل بوند اتكسرت، اتشاية اتكونت. حلو، طيب مش هينفع، لازم الدبل بوند ترجع تتكون تاني، يبقى الاتشاية دي تيجي طالعه مع الاكس بقت اتش اكس، ايه اللي يحصل؟ الدبل بوند تتكون تاني وادي الان والان، ده بيسموه الازو او الديازو كومباوند. حلو، الازو كومباوند ده قال لك انا بستفيد منه بايه؟ ايه فكرته يعني؟ قال لك هو intensely colored، يعني حاجه بيبقى ليها لون شديد، ماشي، نتيجه الرابطه ما بين الان والان. الرابطه ما بين الان والان دي بتعمل ايه؟ الاروماتيك
الحلقات الاروماتيك اللي عندي بيحصل بينها كونجيوجيشن. طيب ده بيحصل لي ايه بقى؟ اكستندد ديلوكاليزيشن للبروتونز بتاع الايه الدبل بوند، وبالتالي يحصل هاي ابسوربشن لللايت. طب استفدت انا ايه برضو من الهكس ده؟ استفدت ان انا اقدر استخدمه كصبغه، يعني الون حاجه اديها لون اعمل لها صبغه يعني. طيب ايه الفكره الكيميائيه؟ احنا راجل بتاع كيمياء، فعشان افهم بقى ليه الصبغه دي اتكونت وانا استفدت منها بايه، قال لي ان انا لما الداي ازو ده اتكون عمل لي كونجيوجيشن، يعني دبل بوند سنجل بوند، دبل بوند سنجل بوند، دبل بوند سنجل بوند، وهكذا. ده بيسموه كونجيوجيشن. كونجيوجيشن ده عمل لي حاجه بيسموها دي لوكالايزد باي الكترون سيستم ورا بعضه كده، دبل سنجل دبل سنجل. الباي الكترونز دي اللي هي مكونه الدبل بوند، السيستم اللي اتكون خلاها تمتص او يحصل لها تعمل ابسوربشن للضوء في الفيزيبل ريجن، وبالتالي يبقى ليها لون، لون قوي اقدر انا استخدمه كصبغه. يبقى ده التفسير العلمي لموضوع الايه؟ الصبغه. طيب يهمنا بقى الرياكشن يا باشا. الرياكشن عباره عن ايه؟ ادي ديازونيوم، انت عارف تتكون ازاي طبعا، ان وان افعله مع حلقه ثانيه عليها بقى ايه؟ اي حاجه رياكتيف روماتيك تيرشري امين مثلا او فينول يعني او اتش، يعني هو ممكن يجيب لك الحاله دي عليها او اتش او عليها ان ار 2، فتفهم ان ده هايلي رياكتيف هيتفاعل هنا. ايه اللي هيحصل؟ الدبل بوند دول هيروحوا يهاجموا الحلقه فيربطوا معاها، كسروا الدبل بوند. طيب انا عندي اكس سالب اهيت، ممكن تكون سي ال بي ار اي حاجه، هتروح تربط لي مع ايه؟ مع الاتشال اللي هنا، فترجع الدبل بوند تتكون. اللي اتكونت دي ازو سنجل دبل سنجل دبل وهكذا، هي اللي عملت لي موضوع الايه؟ الصبغه. مثال صغير ده بيسموه بنزين داي ازونيوم كلورايد، ادي البنزين وادي الداي ازو 2 ان وادي الكلورايد سي ال، فعلته مع فينو الحلقه وعليها او اتش، في وجود ان او اتش وميه يحصل ايه؟ تمام، الان هتروح تهاجم لك الحلقه فتربط ان وان، ده بيسموه بارا فينايل ازو فينول، ده بيقول لك اورنج سوليد لونه اصفر يعني. طيب انا ليه سميت كده؟ تعال بص كده، ده فينول اهو، يبقى ده البيرنت عندي فينول حلقه وعليها او اتش، في البوزيشن بارا، ادي الاثنين دول اورثو الاثنين دول ميتا، يبقى ده بارا، في عندك ايه؟ داي از. طيب يبقى بارا الداي از دي رابطه في ايه؟ في فينايل حلقة بنزين، يبقى فينايل ازا، يبقى بارا فينايل ازو فينول. طيب مثال تاني، بنزين دايزونيوم كلورايد هفعله مع ان وان دايميثايل انيلين، انيلين ليه حلقة عليها ان اتش، وان وان دايميثايل عشان مجموعة ميثايل دي ودي رابطين في الان. طيب فعلته هنا، ايه اللي حصل يا باشا؟ كل اللي حصل ان الايه؟ اللومبير بتاع الان اللي هنا اللي هم دول راحوا هاجموني دي، ربطوا عملوا لي السيستم، شكرا. تعال نسمي ده في الاساس انيلين حلقه وعليها ان اتش 2. طيب زود بيرنت عندها، زود سبستيوشن ميثايل وميثايل، يبقى ايه؟ ان وان داي ميثايل. حلو، في البارا عندك ازو ومعها فينايل، يبقى بارا فينايل ازو انيلين، ده لونه اصفر حلو كده بيصبغوا بيه هاكس يعني كده. يبقى احنا خلصنا التفاعلات بتاع الامين، ومعها خلصنا جزء الامين كله. مطلوب من حضرتك ايه؟ تسمع الشرح، تكتب النوتس بتاعتك في ورقه او كشكول، تجمع يعني انت في الاول تجمع الدنيا، تلات اربع سطور فيهم البريبريشن، تلات اربع سطور فيهم العناوين بتاعه الرياكشنز، بعد كده تبدا تمسك رياكشن رياكشن، تفهم الميكانيزم بتاعه وحصل ازاي وايه الناتج بتاعه، بعد كده ترجع للتجميع الاولانيه عشان تثبتها في دماغك، ثم تحل اسئله. أتمنى أكون أفدتكم، بالتوفيق إن شاء الله.